بس ان شاء الله النهارده اخر يوم في الاي سي دوت نت، ان شاء الله هنتكلم شويه عن الاجاكس ونمبلمنت بيه شويه حاجات كده بايدينا، وهنتكلم عن الكاشنج برضو. احنا كنا عارفين في نوعين من الكاشنج كده، في كاشنج بيحصل عند كلاينت، ده كلاينت هو اللي بيتحكم فيه شويه، انا بمسك البراوزر بتاعي واكوردنج للبراوزر اللي انا شغال عليه ببدا اظبط السيتنج بتاعت الايه بتاعت الكاشنج خلاص. وهنمبلمنت كمان كل الكلام اللي احنا عملناه امبارح باللايرز، بس هنمبلمنت نفس الكود اللي احنا عملناه امبارح بس باللايرز. شوف شكل الكودنج هيبقى عامل ازاي، وايه الاوبجكتس اللي هم او التولز اللي هم عملوها في الفيجوال ستوديو عشان تقدر تساعد في عمليه اللايرز دي خلاص. نبتدي اول حاجه نتكلم شويه عن الكاشنج خلاص. انا في نوعين من الكاشنج، الاول كاشنج كونسبت كده، في نوعين منه، في كاشنج اللي عند الكلاينت وكاشنج اللي عند السيرفر. كاشنج اللي عند الكلاينت زي ما قلت من شويه، كاشنج بتاع الكلاينت ده بيديبند على البراوزر اللي انت شغال عليه. انا ممكن اخش جوه البراوزر واظبط ان اقسمها كل كاشنج، كل ما في البراوزر كل الكاشنج او كل الداتا اللي بتكاش عند الكلاينت دي كلها بتضيع خلاص، بما فيها بقى الكوكيز، بما فيها الداتا اللي انت بتدخلها حتى في الفورم، كل الكلام ده بيضيع. حتى لو بتعمل مثلا ريمبر باسورد ولا حاجه، وبعد ما بتقفل البراوزر بتاعك بتريموف الكاشنج، يبقى انت كده ترجع تعمل ايه، تدخل يوزر نيم وباسورد من اول. صباح النور. ده كده الكاشنج اللي بيحصل عند مين، ده الكاشنج اللي بيحصل عند الكلاينت. في بقى انواع تاني من الكاشنج، الكاشنج ده بيحصل عند مين، عند السيرفر. الكاشنج اللي عند السيرفر نفسه في نوعين منه، حاجه اسمها داتا كاشنج وحاجه اسمها اوتبوت كاشنج. ايوه بسجل يا جماعه. في داتا كاشنج وفي ايه حاجه اسمها اوتبوت كاشنج. الداتا كاشنج دي احنا كنا قلنا ان الكلاينت بيلينك على مين، على الابلكيشن سيرفر، وبعد كده الابلكيشن سيرفر بدوره لما بيجي يرن كود، والكود ده محتاج داتابيز، بيروح يرن الداتابيز دي على ايه، من على الداتابيز سيرفر. الداتا كاشنج دي بتوفر في التراب الثانيه ان هي تعمل ايه، بدل ما يروح للداتابيز، يعني هو راح للداتابيز مره فقرا مثلا تيبل، يحط التيبل ده في الميموري بتاعت السيرفر بتاعت الابلكيشن سيرفر، اما يجي الكلاينت ثاني يقرا نفس الداتا دي هيقراها منين، من عند الابلكيشن سيرفر، مش هيروح تاني يعمل راوند تراب. طبعا انت بتحدد تايم، هقول مثلا ان انا هعمل داتا كاشنج لمده 20 ثانيه، يبقى خلال ال 20 ثانيه اللي شغال فيهم الكلاينت على البراوزر وبينفذ نفس الكود تاني، ان هو مثلا بيروح يسلكت داتا باي اي دي، فالداتا دي بيروح ينفذ الكوماند نفسه اي دي 1، فبيروح ينفذ الكوماند ويجيب لك الداتا عند البراوزر عند الابلكيشن سيرفر، وبعد كده الابلكيشن سيرفر يجيب لك الداتا عند مين، عند الكلاينت. ده كده الكونسيبت بتاع داتا كاشنج. يبقى الداتا كاشنج بيوفر في الراوند تريب الثانيه اللي بتحصل ما بين الابلكيشن سيرفر وما بين الداتا بيس سيرفر. طيب انا دلوقتي لو عامل سيلكت تاني الداتا كاشنج ده انا بعمل كاشنج، ما اقول النوع بتاعه داتا كاشنج، يبقى انا بعمل الكاشنج ده عشان اوفر شويه في الراوند تريبس بتاعت الداتا بيس. يبقى انا هنفذ كوماند، الكوماند ده هيرن على الداتا بيس، كوماند هيرن على الداتا بيز، وانا عاوز اوفر في راوند تريب دي لوقت معين. مثلا انت اول ما بتيجي تعمل اي نوع من انواع الكاشنج تقول انا الكاشنج بتاعي ده هيشتغل مثلا لمده دقيقه، بص الكاشنج بتاعك هيشتغل لمده دقيقه. طب الكاشنج بتاعك نوع ايه، داتا كاشنج، يبقى الدقيقه اللي انت بتتكلم عليها دي، الدقيقه اللي انت بتتكلم عليها دي عمر الابلكيشن سيرفر ما هيتنيه ايه، رايح للداتا بيز سيرفر وعمال يقرا الداتا. خلاص انا عملت بس سيلكت ستار فروم ديبارتمنت، فاول كولينج في اول مره الكلاينت هيقول مثلا هيضغط على باتون، الباتون ده جواه كود ده عاوز يريتيرن كل الداتا بتاعت الديبارتمنت، فيبدا الكلاينت يريكويست، او ما يضغط على الباتون بدوره يروح رايح لمين، للابلكيشن سيرفر، ويبدا يرن الكود اللي جوه الابلكيشن سيرفر اللي هو الكود اللي بيساعدني عشان اسلكت كل الداتا بتاعت الديبارتمنت. يبدا الابلكيشن سيرفر ياخد الداتا دي ويوديها فين، للداتا بيس سيرفر، ويبدا يرن كويري، وبعد كده يجيب لك الداتا يعمل فيها ايه، مش يرجعها بقى للكلاينت على طول، لا يبدا يحجز مكان في الميموري كده ويخزن كل القيم اللي هو رجعها من الداتابيز جوه المكان ده خلاص، وراح جاي بقى عامل ريتريف للداتا عند الكلاينت. لسه الدقيقه ما انتهتش، وراح جاي الكلاينت تاني ضاغط على الباتون اللي بيتريف كل الداتا بتاعت الديبارتمنت، هيبدا يعمل ايه، يروح تاني للسيرفر خلاص، يروح تاني للابلكيشن سيرفر، يجي ينفذ الكود يلاقيه هيسلكت من داتابيز، سلكت الداتا من داتابيز، فيلاقي ان الداتا دي متكاشه عنده فين، عندك في الميموري، فيبدا يجيب الداتا في الميموري وما يروحش يعمل الايه، الراوند تريب التاني. لو انت بتعمل سيلكت باي اي دي، سيلكت الديبارتمنت، انا احدد الاي دي وسيلكت الديبارتمنت، هل هيعمل كاشنج كل مره انت بتعمل اي دي، ولا هو هيجيب الداتا كلها مره واحده؟ لا، لو انا بعمل سيلكت ستار فروم ديبارتمنت هيروح يجيب لك الداتا كلها من ديبارتمنت ويحطها لك في الميموري خلاص. طيب
وانا ستيل برضو شغال داتا كاشنج، بس المره دي هكاش هعمل كاشنج باستخدام اي دي معين. يعني انا لما هاجي اسلكت باي دي، فيبدا يعمل ايه؟ الاي دي ده رقم واحد، فيروح يسلكت او الكوماند بتاعه يبقى سلكت ستار فروم ديبارتمنت وير ان ديبارتمنت اي دي ايكوال 1. دي اول مره يروح، ولا ثاني مره؟ لا دي اول مره. فيبدا يروح على السيكول سيرفر وينفذ الكود وياخد الداتا. طبعا انا عامل كاشنج، فيحط الداتا دي فين؟ في الميموري، ويريتريف الداتا دي للكلاينت. جه الكلاينت تاني عمل ريتريفنج وير ان ديبارتمنت اي دي ايكوال 1 برضه، اللي هو نفس الايه؟ نفس الكوماند بنفس الاي دي. ساعتها هيقرا منين؟ من الكاشن. طب غيرت انت الاي دي؟ لا، يبدا يروح تاني للابلكيشن سيرفر خلاص، وبعد كده يجيب الداتا الجديده بالاي دي الجديد ويكيشها وبعد كده يشتغل. ايوه، حسب الكوماند. لو انا بعمل سيلكت ستار فروم ديبارتمنت، يعني كده بجيب كل الداتا، فالداتا كلها بقت ايه؟ كاشد عندي. لا، افرض انت في اول مره بتجيبي اي دي معين، وبعد كده ترجعي تجيبي اي دي تاني واي دي تاني. اه، بيجيب الاي دي ده بس. اكيد السيلكت ستيتمنت لما اكتب سيلكت ستار فروم ديبارتمنت وير ان ديبارتمنت اي دي ايكوال 1، يبقى انا كده بروح اجيب ايه؟ هو ال1 ريكورد بس. هو ال1 ريكورد ده اللي بيحصل له كاشنج. كاشنج ده بيحصل فين؟ كاشنج ده بيحصل في الميموري بتاعت السيرفر. خلاص؟ ده اول نوع من انواع الكاشنج اللي هو الداتا كاشنج. في بقى نوع تاني اللي هو الاوتبوت كاشنج. ان انت مش بتعمل كاشنج للداتا انت مسيفها في الداتابيز، لا، انت بتعمل كاشنج للبيج بتاعتك نفسها، يعني الكونتنت او الفاريبلز الموجوده في البيج. خلاص، القيم اللي انت رحت رنيتها عند السيرفر دي بتخزن القيم دي. رحت مثلا عندك ليبل، الليبل ده هتعرض فيه مثلا اسماء ولا حاجه، القيم دي اتخزنت فين قبل ما تجي لك؟ القيم دي كلها او دروب داون ليست، كل القيم دي انت مدخلها بايدك في الكودنج. كل القيم دي بالبيج بكل حاجه، كل الكلام ده اتخزن فين؟ عند السيرفر، في الميموري بتاعت السيرفر. لو جيت انت تريكويست البيج تاني، هيرجع تاني يملى الداتا من اول وجديد؟ لا، هو هيكونستراكت بس الاوبجكت والداتا اوريدي موجوده عنده، فيبدا ايه؟ ياخد الداتا من الميموري ويحطها لك تاني في البيج. ده نوع تاني، ان انت مش بتكيش حاجه راجعه من الداتا بيز، لا، انت بتكيش البيج نفسها. تاني، انا ممكن اقول له ان انا عاوز اكيش البيج بتاعتي بالكامل، خلاص دي طريقه. يبقى يبدا يعمل ايه؟ يمسك كل الكنترولز اللي عندك بكل الداتا اللي فيها، ويبدا يخزن الداتا دي فين؟ في الميموري بتاعت السيرفر، الداتا بس. جيت انت عملت ريكويست للبيج تاني، والبيج متكيش، انت عامل كاشنج على البيج، يبدا يعمل ايه؟ يكون استركت الاوبجكت على البيج، ويكاري ال اتش تي ام ال، ويكاري كل الكنترولز. الداتا بقى مش هيروح يرن الكود اللي هو مثلا كان بيملى الداتا دي، هي اتملت مره واحده، انا عملت دروب داون ليست دي مليتها مره واحده، هيروح راح قاير الداتا منين؟ من الميموري بقى. غير الداتا من الميموري، فبيوفر النوع الثاني بتاع الكاشنج ده بيوفر في البروسيسنج اللي بيحصل عند مين؟ عند الابلكيشن سيرفر. يبقى الداتا كاشنج دي بتوفر في الراوند تريب الثانيه اللي بتحصل ما بين الابلكيشن سيرفر وما بين الداتا بيس سيرفر. ده الداتا كاشنج. الاوتبوت كاشنج ده بيوفر في البروسيسنج اللي بيحصل عند السيرفر. اللي عند السيرفر طبعا. كل الكاشنج اللي بتكلم عليه ده كاشنج عند السيرفر، مش كاشنج عند الكلاينت. هو لما ايوه، مش الصفحه دي فيها دروب داون ليست ودروب داون ليست، انت كنت بتكتبي كود، الكود ده كان بيملى دروب داون ليست ب 100 ايتم، ال 100 ايتم دول متخزنين في الميموري بتاعت السيرفر. وبالتالي لما يجي ريكوست البيج تاني، يبقى كل مهمته ان هو يكون استراكت الاوبجكت من اول وجديد، اللي هو الميكانيزم بتاع الاي سي بي دوت نت، ويكاري كل الاتش تي ام ال ويرن الانيشال كود. ساعتها ايه بقى؟ لو الانيشال كود ده مثلا مكتوب فيه دروب داون ليست وبيملاها، هياخد الداتا منين؟ هياخد الداتا من الميموري مش من الكود، يعني مش هيروح يرن البروسيسنج تاني من اول وجديد. باشمهندس، لو ضفت مثلا عملت انسيرت وضفت اتنين رو تاني بعد كده. ايوه ماشي، مش الحاجات دي جات لك في ال هو هنا بيقول لك ايه؟ طب افرض الكلاينت نفسه قاد على الدروب داون ليست دي ايتمز، ايه اللي هيحصل؟ انا كان في 10 ايتم خليتهم 12، مش الايتمز دي رجعت معاك في الفيو ستيت؟ يبقى يقدر ان هو ياخد شويه الايتمز الجديده دي ويخزنها كمان، ادام هو عامل لسه ستيل كاشنج، يخزن الايتمز دي معاه في الميمو، بحيث ان لو حد عمل ريكوست تاني يلاقي ايه؟ ان هم ما بقوش 10 دول بقوا 12. تمام كده؟ دول كده يبقى تاني في نوعين من الكاشنج، كاشنج عند الكلاينت وكاشنج عند السيرفر. خلينا في الكاشنج بتاع السيرفر. الكاشنج بتاع السيرفر نفسه في كذا نوع جواه. داتا كاشنج، ان انت بتقرا حاجه من داتا بيز وعاوز تكاش الحاجه دي عندك عند الابلكيشن سيرفر. او اوتبوت كاشنج، ان انت بتتكلم على ايه بقى؟ بكايش البيج او بكايش جزء من البيج. يعني انا ممكن اجي مثلا اعمل زي اليوزر كنترول اللي احنا كنا اتكلمنا عليه، الويب يوزر كنترول ده، واقول انا عاوز اكايش بس الداتا اللي جوه الويب يوزر كنترول ده. خلاص؟ او عاوز اكايش البيج كلها ما عدا الجزء بتاع اليوزر كنترول.
خلاص الناس متابعة كده. بس هو مشكلة الكاشنج بتاع ان انت تكاش جزء من البيج او تخلي البيج معتمد على يوزر كنترول، ساعتها ما بيبقاش في لينك ما بين البيج وما بين اليوزر كنترول. يعني انت لو عندك ايتم موجود او باتون مثلا موجود على البيج وعندك داتا موجودة جوه اليوزر كنترول، ساعتها الباتون ده عمره ما هيعرف يقرا الداتا بتاعت اليوزر كنترول. هو ده عيب ان انت تكاش جزء من البيج بتاعتك، اكنه بقى اكنه يعني عمل تو بيجز يعني، او عمل تو كومبوننت منفصلين. الداتا بتاعت البيج دي كلها كومبوننت، واليوزر كنترول نفسه ده كومبوننت تاني، ما بيبقاش في لينك ما بينهم هما الاثنين. ما اقدرش يبقى عندي حاجه، عندي مثلا باتون وتكست بوكس وعندي دروب داون ليست، ده موجود في يوزر كنترول والباتون والتكست دول موجودين في البيج. عاوز اما اضغط على الباتون يقرا لي الحاجه الموجوده في الدروب داون ليست ويعرضها لي في التكست، ساعتها ما ينفعش خلاص، يبقى ساعتها الكاشنج مش هيبقى مفيد خالص. لو ضفت ايتم ازاي؟ لا لو عملت انسيرت وانت بتنسيرتي في الداتابيز، لا ساعتها، لا ساعتها الداتا كاشنج ده بيكاش الداتا اللي راجعه من الداتابيز بس خلاص. ما هو احنا الكاشنج ده انا بستخدمه في السيتويشنز اللي الاقي ان هي مفيده، مش كل حاجه. او ما انا عارف ان الكاشنج فوائده كتير وكل حاجه، بس في سيتويشنز ما ينفعش. يعني انت في الانسيرت والابديت هتعملي ايه؟ انت بتروحي ترني كويري عند مين؟ ايه اللي متخزن، ايه اللي عاوز تخزنيه عند الابلكيشن سيرفر؟ يعني انا برن انسيرت او ابديت او ديليت مفيش حاجه راجعه بالنسبه لي. يعني ممكن الحاجه اللي تبقى راجعه بالنسبه لي دي هي مين؟ ان انا بعمل انسيرت او ابديت او ديليت عدد الروز اللي افكتد قد ايه، فخزن الرقم ده. يعني انسيرت والابديت والديليت نفسها مش بترن داتا. ايوه ماشي، هيروح يعمل لها انسيرت في الداتا بيس. انا بتكلم ان انت لما بتيجي تعملي كاشنج يبقى الكاشنج ده المقصود بايه؟ ايوه انا هكاش الداتا ده لو في داتا راجعه. لو انت بتعملي انسيرت او ابديت او ديليت، ده كده الداتا اللي راجعه دي بالنسبه لك ايه؟ دي مش داتا، ده عدد الروز اللي افكتد. ماشي متكيش لمده دقيقه ولا دقيقتين خلاص. بس طبعا يعني مش هي هنا، مفيش فايده للكاشنج في القصه دي. الفايده ان انت بتسلكت داتا، الداتا نفسها اللي هتبقى ماشيه على النتورك بتاعتك دي او بتعمل راوند تريب الثانيه، هي دي اللي هتوفرها لك خلاص. فهمنا كده قصه الكاشنج وايه عيوبه ومزاياه. بعد كده انت تقرر بقى انا هعمل ايه، وتقول اه ده الابلكيشن بتاعي او الفورم دي فعلا افضل حاجه ان انا اعمل فيها كاشنج، وانا نوع من انواع الكاشنج كمان. عن البيج، مش البيج نفسها، انا عاوز اكايش البيج كلها، ده ما فيهوش اي مشكله. طب انا عاوز اكايش جزء من البيج، عاوز اجي على كنترول معين كده اقول انا عاوز اكايش بس الداتا بتاعت الدروب داون ليست، ساعتها لازم احط الدروب داون ليست نفسه في يوزر كنترول. زي ما كنت بعمل كده في الماستر بيج، مش كنت بعمل يوزر كنترول وادراج اليوزر كنترول على البيج بتاعتي؟ ساعتها اليوزر كنترول ده بيبقى مربوط بالبيج، وانا بران عادي من غير استخدام كاشنج عادي اقدر اقرا حاجه من اليوزر كنترول واحطها في البيج بتاعتي والعكس. لو انت عامل كاشنج لا، ما ينفعش الينك ما بين البيج وما بين اليوزر كنترول، بالرغم ان اليوزر كنترول هو اساسا موجود مع البيج خلاص. طيب الاوتبوت كاشنج، يبقى الاوتبوت كاشنج ده انا بكايش البيج او بكايش جزء من البيج. طب انت لما بتيجي تكايش البيج بتكايشها ازاي؟ هل انت بتكايش البيج كلها، ولا مثلا بتبقى باعت بارامتر فتكايش اكوردنج البارامتر ده، ولا انت بتعمل كاشنج اكوردنج للبراوزر اللي شغال عند الكلاينت؟ عاوز اقول لو الكلاينت شغال على فايرفوكس اعمل كاشنج، لو شغال على انترنت اكسبلورر لا ما تعملش. فكمان الكاشنج نفسه بتاع الاوتبوت كاشنج ده لما باجي كايش البيج في انواع منه كمان، هو انت عاوز تكاستم الحاجه او تكايش البيج اكوردنج ليه. لو انت عملت ان انت عاوز تكايش البيج كلها خلاص هيكايشتك البيج في كل الحالات بالداتا اللي فيه. انا ممكن اكون هكايش البيج اكوردنج للكنترول، يعني انا مثلا واقف على بيج وبروح لبيج تاني، فالبيج الاولانيه دي انا بضغط على كنترول، عاوز اما اضغط على الكنترول ده بالذات يعمل كاشنج للبيج التاني. انما لو ضغطت على كنترول تاني، يعني لو كان عندي اتنين باتون واتنين باتون دول بيودوني للبيج التاني خلاص، ممكن اجي اقول لا انا عاوز بس البيج التانية دي يحصل لها كاشنج لو كان اليوزر ضاغط على مين؟ على باتون 1. ممكن كمان اعمل كاشنج ازاي؟ مش انت ساعات تبعت بارامترز على اليو ار ال؟ في بارامترز كتير، ممكن اكيش البيج اكوردنج الفاليو بتاعت بارامتر معين. خلاص انا هجرب كل الكلام اللي انا بحكيه، انا بحكي بس القصه بالكامل. خلاص كده؟ فهمنا قصه الكاشنج بانواعه والداتا بتتكايش فين، وده بيوفر في ايه وده بيوفر في ايه. تعالوا بقى نجرب الكلام ده. هاجي على البيج بتاعتي، انت عاوز تعمل في البيج بتاعتك كاشنج خلاص. انا عاوز اعمل في البيج بتاعتي واحد من انواع الكاشنج،
لازم تسأل نفسك دلوقتي هو ده داتا كاشن ولا اوتبوت كاشن. لو داتا كاشن يبقى انت هتروح تعدل في الداتا سورس نفسه، يعني هيبقى واحد من ال HTML كنترولز الموجود عندك دي، واحد منهم هو مين؟ واحد منهم الداتا سورس اللي بيقرا من الداتابيز، صح؟ هو ده اللي هتروح تكتب عنده كاشن. هبقى اوريها لكم، بس لما نتكلم الاول على الاوتبوت كاشنج نفسه. تاني، لو انا دلوقتي انا هقول دلوقتي تعالوا نشتغل ان انا عاوز اعمل بيج كاشن، عاوز اعمل اوتبوت كاشن وهكاش البيج بتاعتي، اعمل ايه في الاتش تي ام ال هنا او اعمل ايه في البيج عشان يقول له فعلا ان انت تكيشها؟ قال لك ان في واحد من الاي اس بي دوت نت كنترول اسمه اوتبوت اوتبوت كاشن. خلاص انت بتكتب الكوماند ده كده كده، انت بتقول له ان البيج دي هيحصل لها ايه؟ البيج دي هتتكيش، خلاص البيج دي هيحصل لها كاشن. الديوريشن بتاعتك هيتاني اعمل كاشنج لمده قد ايه؟ لمده مثلا 5 ثواني. شايفين فاري باي، تعالوا نختار الاول باي برامدي. لو انا جيت كده عملت ايكوال نون كده، انا بقول له ايه؟ ان انت هتكايش البيج كلها مش اكوردنج لاي حاجه، انت مش هتحدد بارامتر معين، لا هتحدد كنترول تكايش على اساسه ولا هتحدد بارامتر مبعوث في البيج تكايش على اساسه. انت هنا ايه؟ هتكايش البيج وخلاص، بصرف النظر عن البارامتر اللي مبعوثة ليها او بصرف النظر عن الكنترول اللي انا بشاور عليه. خلاص السطر تاني كتبت ان انا عاوز اعمل اوتبوت كاشنج جوه البيج. ايه اللي عاوز تحدده؟ حاجتين، الديوريشن بتاعتك قد ايه؟ هيعمل كاشنج لمده قد ايه؟ الخطوه الثانيه، هل هو هيكايش على بارامتر معين ولا هيكايش البيج وخلاص بدون اي بارامتر؟ فكتبت ايه؟ فاري باي بارام، وقلت له نون، مفيش اي بارامتر هو هيكايش على اساسه. خلاص؟ بعد 5 ثواني هيعمل ايه؟ هيروح تاني يرن يعني انا دلوقتي مثلا، تعالوا بس لما اكمل عشان اقول لكم الخمس ثواني دول هيرفلكتوا فيه. تعالوا نعمل ليبل كده وباتون، احنا عارفين ان الباتون كده كده بيروح عند مين؟ عند السيرفر، صح؟ يبقى انا عارف ان الكليك لوحدها على الباتون دي بتروح عند السيرفر، هخش جوه الكليك بتاعت الباتون واقول له، هاجي اقول له اظهر لي على الليبل دوت تكست ايكوال، هظهر عليه التايم. خلاص ماشي. تعالوا نشيل السطر اللي انا كتبته خالص في الاتش تي ام ال ونشوف ايه اللي بيحصل. تعالوا نرجع تاني على السورس وهشيل السطر اللي انا ضفته في الاتش تي ام ال، انا مش عاوز اعمل كاش. ران البيج، هضغط على الباتون بتاعي فبيقرا الايه؟ اديت تايم. اضغط تاني، كل مره بتضغط بيعمل ايه؟ هو عمال يقرا تايم جديد، مفيش حاجه متكيشه عند السيرفر اساسا. لو انا جيت بقى قلت له لا انا هكيش البيج دي وهكاشنج بتاعك لمده قد ايه؟ 5 ثواني. تعالوا نران بقى. اول ما انت هتضغط على الباتون بتاعك جابها لك، تضغط تاني مفيش حاجه بتحصل، تاني برده مفيش، الا بعد ما الخمس ثواني نفسهم يخلصوا تبدا تضغط على الباتون فيبدا ريكويست ايه؟ تايم جديد. خلاص الناس فهمت؟ انا ما كنتش عامل كاشنج، كنت كل مره اضغط على الباتون يروح ينفذ الكود اللي جوه الباتون. الكود بيقول لك ايه؟ بيظهر لي على الليبل التايم بتاعك، كل مره بتضغط على الباتون بيظهر لك على الليبل التايم بتاعك، ده من غير كاشنج. جيت انا قلت له لا البيج دي الداتا اللي فيها كلها، الداتا اللي فيها هتتكيش، فحصل ايه؟ جه يضغط على الباتون فراح رايح للسيرفر عشان ينفذ الكود بتاع الباتون، لان هو بيملى كنترول من البيج بيملى بالتايم. قال لك لا ما انا كده كده كنترولز بتاعت البيج دي انا مسيف القيم بتاعتها، فراح رايح قرا القيمه منين؟ من ميموري. خلاص كل مره انا هضغط تاني اهو فجاب لك ماشي 57، بتضغط انت بتضغط مفيش، ما هو عمال يروح للسيرفر وكل حاجه، الا بعد ايه؟ بعد الخمس ثواني بتوعك ما يعدوا يبدا بقى ريكويست ايه؟ يبدا ريكويست تايم جديد. خلاص؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب لا انا عاوز اكيش مثلا اكوردنج لبارامتر، يعني انا مثلا هفتح بيج خلاص وهكتب وهبقى ومن البيج دي هوصل لبيج تاني، من البيج دي انا هوصل لبيج تاني، عاوز البيج التانيه دي يحصل لها كاشنج اكوردنج للفاليو بتاعت برامتر
اكوردنج للفاليو بتاعت البارامتر. تعالوا كده نعمل تو بيجز جداد هاجي اعمل add to pages بيجي الاولانية دي انا هعمل عليها ثلاثة buttons هبدأ اكتب على كل button مثلا red و yellow و blue خلاص واليد والرول واليلو والبلو دي او الكالرز اللي موجودة على الباتونز دي هي دي البرامتر اللي انا هبعتها للبيج التاني. طب هو بياخد البرامتر ده يعمل بيه ايه؟ بيغير بيه الباك جراوند بتاعت الفورم التاني. يعني هبقى عندي باتون مثلا كاتب عليه ريد اما اضغط على الباتون ده يروح رايح للفورم التانية وعامل ايه؟ رايح للفورم التانية ومخلي الباك جراوند بتاعتها بايه؟ ريد. وانا هكيش بقى البيج على اكوردنج لمين؟ للبرامتر ده هقول له كيش اكوردنج للكالر خلاص؟ المفروض بقى دلوقتي الكاشنج يبقى موجود في انهي بيج في الاولانيه ولا في الثانيه؟ الاولانيه انا ما بعملش كاشنج في الاولانيه انا بعمل كاشنج للثانيه اكوردنج للبارامتر اللي مبعوث ليه خلاص فالكاشنج هيبقى على مين؟ على البيج الثاني. يبقى اخش كده جوه البيج الثانيه واول حاجه اعملها اطلع واكتب الايه؟ السطر بتاعي اهو اوتبوت كاشنج الديوريشن بتاعتي مثلا خليها 5 ثواني برده فاري باي برام ساعتها بقى انت هتقول له ايه؟ مش نان بقى خلاص انت هنا بقى تقول له لا ده انا عاوز ابعت لك بارامتر معين. ايه البارامتر؟ هقول له انا هسميه مثلا كلر. يعني انا البارامتر بتاعي هناك في البيج هسميه كلر. يبقى ده البارامتر اللي موجود في اليو ار ال بتاعي خلاص؟ هو هيكيش البيج اكوردنج للبارامتر ده. هيكيش البيج اكوردنج لمين؟ للبارامتر. طبعا كان ممكن بلاش فاري باي بارام دي كان ممكن نقول له فاري باي كنترول. دي ساعتها كنت هتعمل ايه؟ وتهديدي له اسم الكنترول اللي عمل الاكشن بتاعك خلاص هتقول له لا انا لما اضغط على بوتون 1 هو ده بس اللي كايش انما بوتون 2 بوتون 3 لا. في كمان فاري باي ايه باي كاستم دي معناها ايه؟ كايش اكوردنج لبراوزر معين يعني هدي له نوع البراوزر اللي الكلاينت شغال عليه وهو يديتكت نوع البراوزر ده ايه خلاص يقدر يديتكت نوع البراوزر ده ايه وبعد كده لو عارف مثلا ان هو انترنت اكسبلورر يكايش الداتا لو عارف ان هو فايرفوكس ما يعملش كاش. طب هو ازاي بيعرف اساسا الفيرجن بتاعت الكلاينت؟ يعني ازاي هو كبراوزر بيعرف ان الكلاينت ده شغال على بالجافا سكريبت؟ طبعا مش عملناها بالجافا سكريبت ان انا كنت اقدر اديتكت انا شغال على انه فيرجن من البراوزر بتاعي واسم البراوزر بتاعي ايه خلاص. خلينا في البارامتر ده. يبقى انا هكيش البيج بتاعتي اكوردنج لمين؟ للبارامتر. ماشي اروح بقى على البيج الاولانيه انا عاوز اعمل ايه في البيج الاولانيه؟ هاجي كده اقول له انا هقعد عندك ثلاثه كنترولز ادي واحد وادي الثاني وادي الثالث هاجي امسك البوتون الاولاني مثلا واقول له ايه ده البوتون ده هيبقى مكتوب عليه ريد البوتون ده يلو ده جرين مثلا خلاص انا عاوزه يعمل ايه؟ انا عاوزه ما يضغط على البطن يبدا يريدايركت للبيج الثانيه وهو بيريدايركت يبعت الايه؟ يبعت التكست الموجود على البطن ده للبيج الثانيه. فهضغط على كل بطن واكتب ايه؟ ريسبونس دوت ريدايركت هقول له روح لديفولت 3 دوت اي اس بي اكس وانت عاوز تبعت ايه؟ بارامتر. اسم البارامتر ايه؟ احنا كتبنا هناك ان هو هيبقى اسمه ايه؟ كلر. الفاليو بتاعته هياخدها منين؟
هي القيمة الموجودة على البطن، فأقول له بطن 1 دوت ايه، خلاص هاخد نفس السطر ده كده واعمل ايه، واقول له ما تضغط على بطن 2 ايه، مفيش ايه، يعني ايه تاج للكنترول؟ اه مش حافظ قوي يعني، بس ممكن نبص عليه. مش حافظ الكنترولز بتاع البروبرتيز بتاعت كل كنترول يعني. طب ايه اللي يعني هنا مش هنسى، يعني ايه اللي يعني عن التاج؟ يعني انا عايز اعرف مع الكنترول عاوزه تبعتي مع كون، قولي لي انا عاوز اعمل كذا وانا اقول لك اتعمل ازاي. في سي شارب كنت في التاج بتاع الكنترول البوتن ده بحط فاليو انا هستخدمها عادي، تمام 0 او 1 وبعدين يعني ممكن اهندل الثلاثه بوتن دول. ايوه انا هعمل الكلام ده دلوقتي، هوريك ازاي تهندلي الثلاثه بوتن بكود واحد. ده ديليجيت ملوش دعوه بالتاج، ده ديليجيت. مش هي هنا بتعمل ديليجيت، انا هوريك بتعمل ازاي. خلاص انا دلوقتي لسه عمال اخش جوه كل بوتن وبكتب الكود. ما انا كده كده ما انا عارف ان الثلاثه بوتنز هينفذوا نفس الكود، طب ازاي بقى نخلي الثلاثه بوتن فعلا ينفذوا نفس الكود؟ بس نخلص دي وهوريك. هضغط برده على يلو دي واكتب نفس سطر الكود، بس هاجي اقول له ايه، لا ده انت هتقرا الفاليو بتاعتك منين؟ من بوتن 2. هاجي هنا كده واضغط على ده كمان واقول له ساعتها هتقرا الفاليو بتاعتك منين؟ من بوتن 3. خلاص هعمل ران. اه عم بضغط وكل حاجه بيريدايركت للايه؟ للبيج الثاني. هو هو كده فعلا عامل كاشنج للبيج، بس هي لسه ما فيهاش حاجه. انا عاوز ابدا اعمل ايه دلوقتي؟ اغير الباك جراوند بتاعت البيج واحط حاجه على البيج تنتجيت ليا فعلا هو بيعمل كاشنج ولا لا. خلاص عاوز الاول اغير الباك جراوند بتاعت البيج، ثاني حاجه احط حاجه على البيج تقول لي فعلا كان هو فعلا بيعمل كاشنج ولا هو ما بيعملش. هروح للبيج التانية واجي هنا كده في اللود بتاعتي، عاوز اغير الباك جراوند. حد يقول لي بقى اكتب هنا عشان اغير الباك جراوند. ماشي هنستدعيه يعني، خلاص استدعيناه وبقى معانا الحمد لله. لا مفيش حاجه اسمها بيج دوت باك جراوند دوت ايه. شايف ايه؟ يا جماعه عدلها بال HTML، عدلها بال HTML. هو الباك جراوند بتاعت البيج دي مش هي البادي؟ اروح اعدل في الستايل بتاع البادي ازاي بقى؟ اديني قلت لكم الحل، ازاي بقى اعمل الكلام ده من هنا؟ ايه؟ يا جماعه انا مش كنت في اول يوم خالص قلت لكم ازاي نكتب كود HTML على البيج؟ انا عاوز اعرف ازاي بقى. response dot dot right دي بتعمل ايه؟ دي بتكتب على البيج بتاعك. وقلت ان انا جواها هنا كده اقدر اعمل ايه؟ اقدر جواها هنا اكتب كود HTML. انت عاوز تعمل ايه؟ انا عاوز اغير في الباك جراوند بتاعت البادي. يبقى دي التاجه بتاعت البادي هعمل لها ستايل. ايوه ايه this dot back color ده دوت باك. هي ايه زيز دوت باك؟ لا لا مالكش دعوه انسى الكلام ده. احنا شغالين اي سي بي دوت نت يا جماعه، بلاش رغبه. ازاي اغير في الباك جراوند بالطريقه دي؟ بس انسى زيس ومين بيشاور على انت عاوزني. الناس هتقول لك ايه زيس ده وطلع لنا امتى؟ خلينا في الكلام اللي احنا عارفينه. بس بستايل وعاوز اعدل في مين؟ في الباك جراوند بتاعتي. هقول له اد على البيج دي ستايل واقول له ايه باك جراوند داش كلر. طيب الفاليو بتاعته هياخدها منين؟ اللي جايه بقى في الريكوست دوت ايه دوت كويري سترينج.
البارامتر بتاعي اسمه ايه color dot text dot toString. خلاص كده كده انا عدلت في الباك جراوند. طب انا عاوز كمان احط حاجه على البيج عشان يقول لي فعلا ان هو بيعمل كاشينج فعلا. خلاص هاجي برضو اعمل على البيج, هاجي كده على البيج بتاعتي بيج 3 واعد اي ليبل كده وارجع تاني للبيج واقول له ايه ليبل 1 دوت تكست ايكوال برضو الايه التايم بتاعي عشان احس فعلا ان هو بيعمل كاشينج. خلاص في مشكله في الكلام اللي انا كاتبه ده. تعالوا نعمل ران, هضغط على ريد ماشي, هو لسه ما عدلش الباك جراوند, احنا كاتبين حاجه غلط هنشوفها دلوقتي. بدا يعمل ايه, شايفين الفاليو, هضغط ريفريش ماشي حاضر, شايفين الريفريش, انا عمال اعمل ريفريش على البيج, هل بيغير في التايم؟ ما بيغيرش في التايم الا بعد مرور الايه الوقت بتاعك او الخمس ثواني يبدا يريكوست ايه تايم جديد. خلاص تعالوا بس نعدل في حته ال HTML. هاجي في الاخر كده واقفل اللي واقفل التاج بتاعي. خلاص طبعا مهما بتعمل ريفريش هو ايه عشان انا رنيت البيج الثانيه وانا بريكوست البارامتر, ما كانش البارامتر اتبعت معايا, كنت برن بيج 3 الاول, فبيج 3 مستنيه بارامتر وهو مش موجود. فاكرين الكلام ده؟ ربنا يستر انا مش قلقان خالص. تمام هرجع تاني كده واضغط على اي بوتون تاني فيبدا يغير لك الكلر بالايه بالحاجه اللي انت بتختارها. طيب انا دلوقتي بقى زي ما زميلتكم قالت ما ينفعش ان انا يعني كود هو نفس الكود واقعد اكتب الكود ده اكتر من مره. مين هيساعدني في الكلام ده؟ الديليجيت. لو انا جيت كده لو قفلت الصفحه وفتحتيها هتلاقي نفس اللون, لو قفلت الصفحه هتضطري ترني البيج الاولانيه الاول عشان يبعت لك البرامج. انتوا عاوزين تعدلوا في البروبرتيز بتاعت البيج يعني؟ ينفع اعدل في البروبرتيز بتاعت البيج بتاعتي. انتوا عاوزين يعني تختاروا من البيج بروبرتيز باك جراوند يعني؟ امال ايه؟ لا طبعا عملت سيتنج للباك جراوند كلر معين, لو انت عملت سيتنج للباك جراوند بكلر معين ده في الكود ولا بايدي؟ عملت لها مش هتتغير الباك جراوند كلر ده, مش هيتغير لو غيرتها بايدك مش كده؟ الباك جراوند ده مش هيتغير لو انت غيرتها بايدك تاني؟ ليه؟ يعني لو ضغطت على بطن على بطن, لا كان عندي بطن مثلا على البيج وضغطت عليه ورحت جاي مغير باك جراوند تاني هتتغير مش هتتغير؟ ايوه هعمل اكشن يعني اعمل ايه؟ انا مش مكايش الكلر يا جماعه, انا مش مكايش الكلر, انا مكايش البيج اكوردنج للبارامتر المبعوث للناس, مش مكايش عشان انا بعت لك يلو ولا جرين, لا انا كايشت البيج اكوردنج للبارامتر ده. يعني لو كان في مثلا تو بارامترز مبعوثين كلر ونيم, قلت له كلر ونيم خلاص, وقلت له انا هكايش اكوردنج للنيم, خلاص هكايش اكوردنج لمين؟ للنيم. وانت ما بعتش النيم ده هيحصل ايه؟ البيج بتاعتك هتكايش؟ لا انا هنا يا جماعه مش بكايش كلر, انا بكايش البيج نفسها اكوردنج البارامتر انا بعته للبيج. زي ما عملنا قبل كده, ما انا كايشت البيج لما كنت بضغط على ما تمكيش, ما انا بعمل ريفريش بيتني للباك جراوند زي ما هي. ما هو كايش البيج بالبروبرتيز بتاعتها. لا انا مش عارف, انا حاسس ان انتوا حاسين ان انا بكايش كلر, انا بكايش البيج بكل اللي عليها, هي الباك جراوند بتاعت البيج يلو, يبقى انا مهما اعمل ريفريش هو مكايش الفاليو نفسها. هي لو انا عملت نون دلوقتي تبقى ليه؟ لو عملت ايه؟ نون ايه اللي هي؟ عملتي نون كده هيعمل ايه؟ ايوه بس كده هيعمل ايه؟ كده نفس اللوجيك يعني, كده نفس اللوجيك, بس ساعتها انا يعني لو كانش البيج معطاها بارامتر كان هيكايشها ولا لا؟ لو كان عندي بيج وما فيهاش بارامتر, لا
وعاوز اعمل لها كاشنج يبقى لازم اعملها بالطريقه الاولانيه. لو عندي بيج وليها بارامتر وعاوز اكاش البيج اكوردنج اما ابعت البارامتر ده بالذات خلاص. يعني استفيد. طب حد يفهمني انا مش فاهم ايه عاوز ايه. حد فاهم ايه عاوز ايه قول لي. اه وصلت لها بطريقه معايا بارامتر معايا اي حاجه. حلو قوي. انا ما كانيش هبقى ايه يعني بقى لما انا رجعت كده وضغطت على باتون 2 وعمل لي يلو هيعمل ايه؟ هيكيش البيج تاني بشكل جديد بالفاليو دي. عملت ضغطت على باتون تالت امال انا ليه عامل ثلاثه باتون؟ عشان كل مره انا اضغط على الباتون واغير الفاليو بتاعت الكالر هيبدا يعمل ايه من البيج؟ يكيش البيج اكوردنج الفاليو الموجود. لسه برده مش مقتنعين. كان هي بقى في الحته بتاعت الايه بتاعت الديلي. انت قلت ان انا هبعت الفاليو بتاع الكالر ده وكيش على اساس الفاليو بتاع الكالر. حلو. لا الفاليو بتاعت الكالر ريد راح جاي عامل ايه؟ مكيش البيج. جه بعد شويه لقى الفاليو برده ريد عمل ايه؟ سابها زي ما هي ما عملش اي حاجه ما هي مكيشه فقراها من الكيش. غيرت انت الفاليو وخليتها يلو عمل ايه؟ بقى عندك صورتين من البيج بتاعتك واحده ريد والثانيه ايه؟ فانت بتكيش دلوقتي اكوردنج للفاليو اللي موجوده فين؟ في البارامتر بتاعك. لسه برضو؟ طيب ازاي بقى اقدر الكود ده انا كاتبه ثلاث مرات وهو هو نفس الكود؟ انا كاتب الكود ثلاث مرات وهو نفس الكود. اعمل ايه؟ لا انا هخلي كل الباتونز هيفضل ريد 20 ثانيه هيفضل ريد برده 20 ثانيه لان دي حاجه خاصه بالبارامتر بصفه عامه. انت بتقولي ان انت هتعملي كاشنج اكوردنج للفاليو بتاعت البارامتر ده هو يشوف الفاليو ايه ويعمل لها كاشنج. الديوريشن دي ما اقدرش اتحكم فيها اكوردنج. يعني انت عاوز تعملي كل فاليو جوه البارامتر بتاع الكاشنج؟ لا دي صعبه ما ينفعش اصلا تتعمل. خلاص انت بتحددي ايه البارامتر اللي انا عاوز اكاش عليه واكوردنج للفاليو بتاعته هو بيبدا يعمل لك اكتر من ايمج من الايه من البيج بتاعك. خلاص مفهوم الجزء ده؟ كمل. طيب احنا دلوقتي عاوزين نخلي كل اما اضغط على ثلاثه باتون كل واحد منهم يروح برده يرن الكود الموجود في باتون 1 اندرسكور كليك. يبقى انا هاجي على البيج بتاعتي جيت على البيج ووقفت على الباتون الاولاني هقول له الايفنت بتاعك الايفنت بتاعي هو ايه؟ باتون 1 اندرسكور كليك. هاجي على 2 برده واقول له ايه؟ ده هو باتون 1 اندرسكور كليك برضه. مش هيخليها باتون 2 مش هيخليه يروح ينفذ ايه؟ فانكشن ثاني. انا هخلي الثلاثه يشاوروا على ايه؟ على فانكشن واحد. طب ساعتها هيحصل مشكله ولا عادي الدنيا كده هتبقى سليمه؟ بالظبط. لازم بقى اجي كده واقول له لا ده انت مش هتعرض لي القيمه بتاعت ايه باتون 1 دوت تكست. لا ده انت هتشوف مين السندر بتاعك صح؟ والسندر بتاعي ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن باتون فقصت السندر على باتون باخد كل الفاليو دي كده كده واحدد هو باتون 1 ولا باتون 2 ولا باتون كام ولا باتون 3 واعمل ديليت بقى كل الكلام ده واقول له دوت تكست. خلاص كده ساعتها هو هيشوف مين الباتون او مين الكنترول اللي عامل كولينج دي واكوردنج للكنترول ده يبدا يغير الكالر. خلاص خلاص ماشي. نتكلم بقى كمان على مين؟ على داتا كاش. ها مش عاوز تكتبي على الباتون ريد ما عاوزه تعملي ايه؟ ممكن يبقى في حاجه زي يعني حاجه هيدن كده للباتون نفسه. تعالي نروح للبروبرتيز بتاعته. بصي هو في
يعني هو في حاجه زي انت عارفه التول تيب؟ عارفه التول تيب؟ التول تيب دي ما واقف على ماوس كده على حاجه بيطلع لي تول تيب. دي وجهه تحكيم التول تيب دي كانت تبقى مخفيه ولا ظاهره صح؟ اقدر اتحكم فيها بيزر بترو ولا فولس، بقدر احط القيمه بتاعتها عليها خلاص، وساعتها بقى عندي دلوقتي كنترول ومعايا التول تيب بتاعته بقدر ادي بيه الفاليو خلاص. طيب عاوزين نعمل ايه تاني دلوقتي؟ انا عاوز اعمل بقى كاشنج بس داتا كاشن، ده كده الاوتبوت كاشنج، كيشت البيج مره، كيشت البيج اكوردنج البارامتر زي ما انت عاوز. انا عاوز اعمل داتا كاشن، هكيش داتا سورس اكوردنج للفاليوز اللي انا ببعتها. فهاجي كده زي ما كنا بنعمل امبارح، عندي مثلا تو جريد، ادي جريد فيو 1 وادي جريد فيو 2. عاوز املى الاولانيه مثلا باسامي او بالداتا بتاعت الديبارتمنت، اقول له نيو داتا سورس، داتابيز، كونكشن سترينج بتاعتي، هبدا اقرا الداتا كلها بتاعت توبيك، خلاص كده. عاوز بقى التاني ده، ده يتملى اكوردنج الاي دي اللي انت بتعمله سيلكت من فوق من هنا زي ما كنا بنعمل امبارح بالظبط. فانيبل السيلكشن واجي هنا كده اقول له ايه، نيو داتا سورس داتابيز، روح هيقرا كل الداتا بتاعت الكورسات اكوردنج للفاليو اللي انت عملت لها سيلكت من جريد فيو 1، الداتا كلها وير بتاعتك، ان التوبيك اي دي الموجود في كورسز بيساوي الفاليو الموجوده في ايه؟ كنترول، مين الكنترول بتاعي؟ جريد فيو 1، هعمل اد، خلاص كده. انت لما تيجي تعمل رانينج كده ادي السيلكت، فبيبدا يظهر لك اللي ايه؟ المفروض يظهر لنا الكورسز اللي ايه؟ اللي تبع التوبيك ده. عاوز كل مره تعمل سيلكت انت كده كل مره بتعمل ايه؟ اي دي جديد، هو كل مره بيروح لغايه الايه؟ السيكول سيرفر ويرن. حتى لو انا ضغطت، يعني لو ضغطت على 5 ده تاني بيعمل ايه؟ بيروح فعلا للداتا بيز ورن رقم 5 دي تاني. لا انا مش، انا عاوز ادام الاي دي ده انا ضغطت عليه مره عاوز اقعد لمده 20 ثانيه كل ما اليوزر يضغط عليه لا يقرا من الكاش. ساعتها هتعمل ايه؟ هتنيبل الكاشنج على انه جريد بقى، على الاولانيه ولا على الثانيه؟ على الثانيه برضه. يبقى هاجي كده للداتا سورس 2، الداتا سورس اللي بيقرا الداتا جوه الجريد فيو 2، ادي الداتا سورس، وهاجي في البروبرتيز بتاعته كده واقول له ايه؟ انيبل كاشنج ايكوال ترو، واقول له ايه كمان؟ خلاص انت كده بتقول له اعمل داتا كاشنج، جيت على الداتا سورس ده وتقول له اعمل كاشنج، والديوريشن بتاعتك قد ايه؟ كاش ديوريشن ايكوال مثلا 20 ثانيه، اعمل ران، بضغط مثلا على الرقم 5 ده فبيظهر لي ليه الداتا بتاعته، ضغطت عليه تاني هو بيروح للسيرفر وكل حاجه، بس بيوفر في مين بقى؟ في الراوند تريب اللي هي ما بين الابلكيشن سيرفر وما بين الداتا بالسيرفر. خلاص ده كده النوع التاني بتاع الداتا كاش، تحدد ايه السورس اللي انت عاوز تكاش عليه. بس هو كده كل مره بيعمل ايه؟ بيعمل كاش لكل اي دي انت بتسلكته، بعمل كاش لكل اي دي انا بسلكته. لو كنت بعمل كاشنج كمان للاولانيه دي كان عمل كاش للسلكت كلها مره واحده، يعني كنت دخلت على الداتا سورس الاولاني وعملت كاشنج فيه كان هيكاش الداتا كلها سيلكت ستيتمنت كلها دي مره واحده للوقت اللي انت عاوزه. خلاص مفهوم كده لغايه دلوقتي؟ في حاجه في الكاشنج مش مفهومه؟ الايه؟ في انا شفت انه داتا سورس ان انا عاوز اعمل عليه الكاشنج بتاعي، ودخلت في الاتش تي ام ال، جيت على بيج 2، وقلت انا دلوقتي عاوز اكاش ايه؟ انا عاوز اكاش الداتا اللي راجعه من داتا سورس 2.
رحت داخل على HTML بتاعه وقلت له ايه جيت في انت كل حاجه بتعملها بتحول HTML جيت في البروتيز بتاعته واحد من البروتيز اسمه انيور كاشينج بترو وبتحدد الدوريشن بتاعتك قد ايه خلاص نغير الموضوع بقى الاجكس بقى بعمل انيبل كاشنج ايكوال ترو بعد كده اقول له كاش ديوريشن بكام حدد المده بتاعته طيب تعالوا نتكلم بقى على الاجكس تعالوا نعيد بقى بيج جديده خالص كده احنا كنا قلنا ايه الكونسبت بتاع الاجكس ده اختصار ليه الاول سينكرونس جافا سكريبت اند اكس ام ال ده ايه ظهر امتى ولا فايدته ايه قال لك ان بعد ظهور الاكس ام ال بدات شويه الحاجات بتاعه الويب كل الكونسبت بتاعه الويب بتتغير شويه خلاص قال لك ان الاكس ام ال دي بقت عامله زي الداتابيز بالظبط وبالتالي انت تقدر تخزن داتا في الاكس ام ال دي وتغير فيها وترجع تقراها تاني مش محتاج حتى تروح للايه للداتابيز خلاص قال لك ان حاجه من الحاجات اللي استخدموا فيها الاكس ام ال جوه البي دي او جوه الاي سي بي دوت نت لكن انت دايما كنت لما بتيجي تعمل ريكويست البيج خلاص او انت مثلا لما كنت بضغط على كلمه سيلكت ولا ايديت ولا ابديت لما كنت شغال امبارح كان كل مره بيعمل ايه عمال يعمل ريفرش البيج فهو بيعمل ايه لما بيجي يعمل ريفرش دي البيج بيعمل ايه بيروح يكاري تاني الاتش ام ال كله من اول وجديد خلاص وبعد كده يرجع يعمل ايه يملى الداتا بتاعتك كلها واحده واحده خلاص رغم ان انت ممكن تكون هتعدل في جزء معين قال لك لا الاجكس بقى انت هتحدد جزء ان الجزء ده وقت ما انا اضغط عليه او اعمل ريكويست هيحصل ايه بقى هيروح برده للسيرفر ويكاريت ال HTML كله من اول وجديد ده شيء طبيعي ان هو لازم يخش على الايه على البيج بتاعتك بس هيلاقي ان في جزء واحد هو ده اللي تم التعديل بتاعه ده الجزء اللي انا عدلت فيه فيبدا يعمل ايه بيرن بس الايفنت بتاع الايه بتاع الجزء ده والجزء ده بيروح ويجي على شكل ايه على شكل XML يعني الفايل بتاعك اللي هو HTML كله بيبقى جواه جزء كده الجزء ده ايه XML احنا قلنا ان الداتا بتاعتنا كلها اللي منقوله دي HTML وال XML هو ايه هو سبيشال تايب من ال HTML يعني هو العكس طبعا بس يعني المهم ان هي تاجات زي الايه تاجات زي ال HTML بالظبط بس هي ريستريكتد شويه خلاص انا بكتب التاجات ولازم اما اعمل تاجه لازم اقفل التاجه بتاعتي وهكذا خلاص عشان الكود اللي بيظهر لكم ورا ده شايفين الكود ده سورس ده ايه ده اكس HTML مش HTML يعني انت لو نسيت تاجه هنا او ما قفلتش تاجه هيطلع لك ايرور على عكس وانت شغال في الايه وانا شغال في ال HTML انا ممكن اعمل بادي مثلا وانسى اقفل البادي برضه هيشتغل ويطلع لك الكلر وكل حاجه اكس HTML ده سبيشال تايب من مين يعني بعد ظهور ال XML قال لك ان ممكن اعمل لغه اللغه دي التاجات بتاعتها تبقى ريستريكتد لما افتح تاج لازم اقفل التاج فبدا الكود اللي هنا ده يبقى ايه اكس HTML خلاص عشان يبقى ريستريكتد عليك ان انت بتعمل ديف لازم تقفل الديف بتاعتك اعمل فورم لازم اقفل الفورم فكره الاجكس ان انت اما باجي اعمل ريكويست للبيج او اضغط مثلا على اي اكشن في البيج ده بيعمل ريلودنج تاني للبيج لما بضغط على بوتون لما بضغط على لينك كل الكلام ده بيعمل ريلود للبيج كان بيحصل ايه زمان او لغايه ما احنا كنا شغالين كل احنا كنا شغالين ده كان بيعمل ايه بيروح يكاريت البيج ده من اول وجديد ويدخل الكنترولز ويكاريت الداتا كل الكلام ده من اول وجديد وبعد كده يرجع لك قال لك ان الكلام ده يعني بيضيع وقت كتير ليه انا عاوز اعدل مثلا في حته او في جريد دايه معينه ايه اللي يخليه يروح يعمل لي ريلود للبيج كلها قال خلاص انا هحول الجزء ده ل XML وامبيد ال XML ده جوه مين جوه ال HTML اما اروح عند السيرفر لما بيلاقي كود ال XML ده بيديتكت ان الجزء ده هو بس اللي ايه اللي اتغير فيبدا يعمل ايه ينفذ الكود او يغير بس في الكومبوننت لان بقيه الكومبوننت الداتا اللي فيها زي ما هي وتروح معاك في الفيو ستيت وترجع معاك في الفيو ستيت خلاص انها ما بتتغيرش هو بيديتكت التغيير حصل فين بالظبط خلاص طب تعالوا نشوف كده يعني ايه اللي بيحصل هنيجي كده انا دلوقتي لما بدرج مثلا تكست بوكس ادي تكست بوكس وادي بطن خلاص بدرج تكست بوكس وبطن هاجي لما اضغط على البطن هقول له مثلا تكست بوكس دوت تكست ايكوال هاي تعالى نعمل حتى بلس عشان نعرف ان هو كل مره بيروح للسيرفر ولا لا
اضغط على البطن بتاعي كتب لك كلمه ايه هاي، وحصل ايه في البار اللي تحت ده؟ البار ده بيندكيت ان البيج كلها بالكامل حصلها ريلود، البيج بالكامل حصلها ريلود. اضغط تاني نفس القصه، تلاقي البار بيشتغل وبعد كده ينفذ الكود اللي جوه مين، اللي جوه البطن بتاعي. لا انا عاوز الحته دي اما اضغط على البطن ده بالذات، الايفنت بتاع البطن ده يبقى مستقل بذاته، يعني وقت ما اضغط عليه ملوش دعوه ببقيه البيج والداتا اللي في البيج، لا يروح بس يعمل ريلودنج او ينفذ الكود ويعمل ريلودنج للكونتنت دي بس. قال لك ساعتها لازم تستخدم مين بقى؟ الاجكس كنترول. هرجع تاني على البيج وافتح الاجكس كنترول دي، انتم ما تفتحوها عندكم مش هتلاقوها كتير زي ما انا زي ما هي عندي كده. انا عندي حاجات كتير قوي شايفين؟ لا انتوا عندكم هتلاقوا مين بس؟ دول الحبه الاولانيين دول اللي هي الابديت بانل والابديت سكريبت والكلام ده. ايه بقى الحاجات اللي تحت دي؟ هقول لكم دلوقتي خلاص. بس انتوا ما تفتحوا الاجكس تاب دي عندكم هتلاقوا هم ثلاثه او اربعه كنترول بس خلاص. دول الثلاثه كنترول او الاربعه كنترول اللي بيمبلمنتوا الكونسبت بتاع الاجكس في الاي سي بي دوت نت. ازاي بقى اقدر اقول له ان الجزء ده بالذات، الجزء ده بالذات هو ده الجزء اللي هيتحول ل اكس ام ال وهو ده الجزء اللي هيحصل فيه تعديل؟ قال لك ان انت عندك حاجه هنا اسمها ايه؟ ابديت بانل. خلاص ابديت بانل، اجي الابديت بانل دي كده واقول له حط لي الكنترول ده جواه. اخد الابديت بانل واحط ليه الكنترول ده جوه مين؟ جوه الابديت بانل. احنا كمان ممكن نحط حتى التكست بوكس معاه عشان نقول ان ده كومبوننت مستقل يعني. ادي كده الباتون وادي مين؟ بس الاثنين دلوقتي محطوطين جوه مين؟ جوه ابديت بانل. يعني ايه جوه ابديت بانل؟ يعني الجزء ده اما بيحصل فيه تعديل ويروح للسيرفر، لا التعديل ده او الكود ده او الحته دي بتتحول لايه؟ ل اكس ام ال. يبدا لما يروح عند السيرفر يديتكت ان في جزء جاي معاه اكس ام ال فيعدل بس في مين؟ في الجزء ده. نعمل ران. طيب هو هنا مطلع لك ايرور بيقول لك ايه؟ الابديت بانل دي او اللي هي الابديت الجافا الاجكس ابديت بانل دي، دي لازم يتحط معاها حاجه اسمها ابديت سكريبت. السكريبت ده هو اللي بيكاري الكود بتاع مين؟ بتاع الاكس ام ال ويحطه. هو بصوا يا جماعه المفروض ان كود الاكس ام ال او الحته دي، انا مش عارف حد فيكم يعني شاف الاجكس ده ولا لا، دي ميثود جوه الجافا سكريبت بيحصل لها كولينج ايا كان. يعني ممكن يبقى حد فيكم يروح يقرا في الاجكس عشان يعرف الكلام ده اتعمل ازاي في الاول. الكلام بتاع الاجكس ده كان ايه؟ كان بيعمل الكود اكس ام ال، وعشان يرن الكود ده كان بيعمل سكريبتايه كده ويحط جوه السكريبتايه دي كولينج للكود ده. خلاص قصه كده الاجكس من اول هي اتعملت ازاي. خلاص فانت لازم وانت بترن البيج بتاعتك تحط الايه؟ السكريبت ده. هاجي اقول له ان انا البيج بتاعتي فيها اجكس فهحط مين؟ السكريبت مانجر ده عشان ابين ان البيج بتاعتي فعلا فيها اجكس. رن البيج. اول ما تيجي تضغط على البطن يحصل ايه؟ يكتب هاي. انما هنا بيحصل ايه في البار بتاعتك؟ مفيش ريلودنج كامل للبيج، مع ان هو فعلا بيروح عند السيرفر وينفذ الكود، بس هو دلوقتي مهتم بمين بس؟ هو الجزء ده اللي بيحصل فيه تعديل. هي دي الفكره بتاعت مين؟ هي دي الفكره اصلا بتاعت الاجكس. خلاص قال لك ان هو دلوقتي الاجكس ده لما بحط اجكس في البيج بتاعتي بيعمل بارشال ريلودنج للبيج. كان زمان بيحصل توتال ريلودنج، دلوقتي بيحصل ايه؟ بارشال ريلودنج. هي دي الفايده الاساسيه اصلا بتاعت الاجكس. خلاص طبعا لما ظهر بقى الكلام ده يعني ايه؟ لا بينفذ اللود وكل حاجه، بينفذ اللود. هو كده كده بيروح يكاريت الاوبجكت ويكاريت ال HTML وكل حاجه مش تمام، ويبدا ينفذ اللود بتاعتي. خلاص بس ساعتها بيديتكت ايه؟ في الحاله دي بيعمل ايه؟ لو كان في عندك داتا والداتا دي مكاريتها جوه البيج بتاعتك وانت هتعدلي فيها في اللود، بيعمل ايه بقى ساعتها؟ لا بيستوب بقى، عشان لقى السكريبت مانجر ده يبدا يستوب. يعني اول ما يروح عند البيت عند البيج دول كده يبدا يستوب ويقول لنفسه لا ده البيج دي فيها ايه؟ فيها اجكس، والايفنت اللي جاي ده ايفنت كان جوه مين؟ كان جوه الاجكس كنترول. ساعتها هيعمل ايه؟ يروح بس ينفذ الايفنت بتاع مين؟ بتاع الباتون ده. خلاص كده كده هيروح يكريت ال اتش ام ال من اول وجديد، وهيروح يرن اللود وكل حاجه. بس ساعتها لو هو هيغير في اماكن كتير او يعني انت ما كنت بتعمل ريلودنج، لو انا ما كنت بضغط على ايديت كان بيعمل ايه؟ كان بيمسك البيج كلها ويعمل اللود صح؟ افرض انت كنت عامل دروب داون ليست وما كنتش عامل اوتو بوست باك، ساعتها كان بيحصل ايه؟ فاكرين لما جينا عملنا اول دروب داون ليست وما كنتش عامل انيبل اوتو بوست باك، بس لما كنت بختار بالدروب داون ليست وارجع اضغط على البطن كان بينفذ الكود بتاع مين؟ بتاع السيلكتد اندكس تشينج بتاع مين؟ بتاع دروب داون ليست. هنا لا بقى، هنا ما ينفعش، هنا هو مهتم بس بمين؟ بالجزء ده، فمالوش دعوه باللي بيحصل في بقيه البيج، يبقى التعديل بس هيتم في الجزء ده.
هي الدنيا مش عارف وشوش الناس مش متفائلة خالص. مثال كمان، تعالوا نعمل مثال تاني كده. هاد فورم جديدة وهاجي في الفورم. كان في اجكس ايه؟ ايه اجكس كلاين اللي وراني؟ نشوفها تاني وراني، نشوفها تاني وراني. ال HTML اول ما تيجي انا مش عارف هي فين اللي شفتيها. خلاص انا هاجي هنا دلوقتي هامبلمنت ايه؟ هعمل نفس الكود اللي انا كنت عامله اللي هما التو جريد دول اللي كانوا كنت بضغط على حاجه فيها كان بيظهر لي الداتا في البيج الثانيه. هعمل الكلام ده جوه ايه؟ حتى اعمله دروب داون ليست عشان الدنيا تبقى اسهل يعني. خلاص هقعد شويه ايتمز جوه دروب داون ليست، وانا لما بختار من الدروب داون ليست دي بيبدا يعمل ايه؟ لما بختار حاجه يبدا يملى لي الجريد بيها. تعالوا كده هنعمل جزء مره اجكس ومره من غير اجكس. تعالى ادي دروب داون ليست وادي كمان دروب داون ليست تانية. تعالوا احنا حتى نقاد الايتمز بنفسنا من هنا مش مشكلة. الايتمز بتاعتي هات هو تقريبا في هناك واحد واثنين بدل ما نقعد نعمل احنا بايدينا. مش تعالوا هاجي كده على دروب داون ليست واقول له برده داتا سورس. داتا بيز كونكشن بتاعك اوريدي التوبيك اي دي. وهاجي على ده نفس الكلام برده. ممكن بلاش كلام، انا بعمل اكزامبل تاني عشان الناس تفهم. انا مش عاوز كلام، كان ممكن اخش في اللي بعديه على طول. وهعمل تو داتا جريد. ادي الاولى وادي الثانيه. خلاص انا عاوز الجريد دي تتملى اكوردنج للفاليو الموجوده في الدروب داون ليست. يبقى هيملى كل الداتا بتاعت الكورسات وير، ان هو هيروح ياخد التوبيك اي دي من الدروب داون ليست بتاعي. نفس الكلام للجريد الثانيه، بس الجريد الثانيه دي هتقرا من الدروب داون ليست. خلاص في مشكله في الكلام ده، هاجي امسك الجزء ده واعمل انيبل بوست باك عشان ينفذ الاكشن بتاعه، وده برضو انيبل بوست باك. تعالوا نعمل ران. ده مفيش اي استخدام للاجكس خالص. انت لما بتيجي تكليك على واحد هنا كده خمسه ده مثلا بدا يعمل ايه؟ ريلود للبيج. ده نفس الكلام، هما الاثنين بينفذوا نفس الايه؟ نفس الاكشن، بس انا هعمل واحد منهم بقى اجكس والتاني ايه؟
عادي. فهاجي كده اقعد مين عندي الابديت اجكس اكستنشنز وهقعد الابديت بانل وهقعد مين كمان لازم سكريبت مانجر. طب الابديت بانل دي انت تحطه جواها ايه؟ حطه جواها الاكشنز بتاعتي اللي انا عاوز التعديل يتم فيها. بس انا هاخد ايه ده؟ هاخدهم كلهم حتى مع بعض كده. انا اقول الجزء ده هو خاص بمين؟ مش راضي يدرك كله مع بعضه. ادي دي كده خلاص. كل الكلام ده جوه مين دلوقتي؟ الجزء التاني ده، ده جوه ايه؟ ده جوه ابديت بانل. هعمل ران، تضغط انت هنا كده بيبدا يعمل ريلود للبيج بتاعتك بالكامل. بيعمل ريلودنج للبيج بتاعتك بالكامل. اجي اختار من هنا، لا شايفين البار اللي تحت ده، ده ما اشتغلش، فهو راح بس نفذ مين؟ الجزء ده، هو ملوش دعوه بالباقي. اي اكشنز موجوده على البيج بتاعتك واي حاجه بتحصل ملوش دعوه بيه. خلاص كده يا جماعه؟ يعني هو مش هيروح تاني ويسلكت ان الدروب داون ليست الاولاني القيمه اللي فيه 5 فاروح سلكت ده رغم ان هو راح عند السيرفر. خلاص فهمنا كده القصه؟ اما بقى ايه؟ اخترتي ايتم تاني من اللي فوق، جيت انا كده 3، حصل ايه؟ المفروض اللي تحت دي مش الحاجات، مش الداتا دي هتبقى موجوده في الفيو ستيت بتاعتي؟ يعني هتروح وترجع تاني. انا بحدد ديوريشن، انا سبت الكاشنج، حددت ديوريشن. تتكلمي على كاشنج يعني مش اجكس؟ اه ماشي. لا لو عملتي كاشنج انت بتعملي كاشنج لدي ولا دي؟ ولا بتعملي كاشنج للبيج بصفه عامه؟ لا للي تحت. بتعملي كاشنج للبيج اللي تحت دي، خلاص هيتنيه يقرا بس، يعني هتطلع لك برضه طول فتره الكاشنج. حتى لو اخترتي ايتم تاني برضه هتنيه يقرا لك من الايه؟ من الكاشنج برضه. خلاص عاوزين نفصل يا جماعه كاشنج عن الاجكس، الاثنين منفصلين عن بعض. الاجكس ده ما بيعملش كاشنج خالص. الاجكس ده بيروح يعني ريلود البيج من اول وجديد وكل حاجه، بس هو بيبقى بيديتكت ان انت مش يعني انت مش هترجع تعدل كل حاجه في البيج، لا في جزء بس معين كده عندك في البيج هو ده اللي حصل فيه تعديل. خلاص يبقى هيروح يرن الكود ده بس ويغير في الحته دي. ده الكونسيبت بتاع الاجكس، ما فيهوش كاشنج خالص. خلاص الكاشنج دي حاجه ثانيه. الكاشنج دي عشان اوفر شويه في البرفورمانس. برضه هو الاجكس نفس القصه، هما الاثنين فايدتهم ان هما يوفروا في البرفورمانس، بس الاجكس ده ما بيعملش كاشنج. الاجكس ده ما بيعملش كاشنج. خلاص؟ اختار حاجه ثانيه من الاجكس. هو بيعدل في الجريد بتاعت الاجكس. مش فاهمين برضه. شايف انت، انت بتعمل دروب داون ليست الاولاني ده بيعمل ايه؟ بيعمل ريلود تاني للصفحه. يعني ايه بيعمل ريلود تاني للصفحه؟ بيمر في الستبس كلها، يروح يمسك الكنترولز بتاعتك ويجيب الداتا كلها من الفيو ستيت، خلاص، ويرن البيج رود، وبعد كده يرن الايفنتس بتاعتك. ده العادي بتاعه، صح؟ في اجكس بقى بيعمل ايه؟ بيرن الكنترولز، بيملى بقى الفيو ستيت كلها ويحطها تاني في الكنترولز بتاعته. اكيد لا. ليه لا؟ لان هو جزء واحد من البيج بس هو ده اللي حصل فيه تعديل، فيبدا يعمل ايه؟ يملى الداتا بس اللي هو عاوزها ويرن الكود بتاع الاجكس، بعد كده يرجع تاني. يبقى هو وفر في ايه؟ وفر في الوقت اللي هو هيقعد يملى ويعمل ريلودنج كامل للبيج. لسه مش هت، لا ما هو كده كده بيروح للسيرفر، مش هتبان خالص. خلاص انا بس اللي عاوزكم تفهموه ان في جزء من الاجكس ده، جزء او الكودنج ده بيتحول لايه؟ لاكس ام ال كود، وهو السيرفر نفسه بيقدر يديتكت ان الجزء ده هو اللي حصل فيه تعديل بس، فبيعدل في الجزء ده. لو انت بتعمل حاجه على مستوى البيج ده بيعمل ريلودنج البيج بالكامل كده، ما بيستخدمش اجكس. خلاص هما بقى استخدموا الكلام ده في ايه؟ هو ده المهم. يعني مش هي دي، سيبك من الاكزامبلز اللي انا عملتها. هما استخدموا ده الكلام ده في ايه؟ ان هما بقى كل واحد منهم بدا، او كل ديفلوبر بدا يعمل ايه؟ قال لك دلوقتي انا لما كنت بعمل مثلا حاجه زي الايه؟ الباسورد تشيك، لما كنت بدخل مثلا واحد واثنين وثلاثه
وكان وكنت اضغط على بطن فكان يضطر يروح لغايه السيرفر ويقول له ايه ده انت الباسورد بتاعتك مش كومبلكس فارجع ايه دخلها من اول جديد. لا راح جاي واحد عامل كنترول بالشكل ده كده وحطه في اجكس وبقى اديهولك. فبدات انت بس تعمل ايه ادراج واستخدم الكنترولز دي. خلاص دي حاجه دي من الفوائد يعني حاجه من الفوائد بتاعت الاجكس. ان انا دلوقتي لو عندي تكست بوكس مثلا او لو عندك تكست بوكس وعاوز ما تضغط على التكست بوكس يظهر لك كالندر. يعني انا كنت باجي عاوز التكست بوكس ده يخش فيه ديت. انا عاوز التكست بوكس بتاعي يخش فيه ديت. كنت هتعمل ايه انت بنفسك كان لازم تكتب الكودنج وتكود او تعمل الحاجه اللي بتفاليديت ان كان الديت ده سليم ولا مش سليم. خلاص فكان بيروح لغايه السيرفر ويعمل اللود للبيج كلها. لا الكلام ده بقى يعمل ايه بقى عامل لك جي عند التكست بوكس خلاص وعمل لك كده كنترول جديد او حاجه جديده تتقعد مع التكست بوكس. تعمل ايه اول ما تضغط انت على التكست بوكس تبين لك الكالندر زي ما انا بضغط هنا كده على الايه زي ما بضغط هنا كده هيبين لي الكالندر واختار اختار كالندر معينه هو لوحده يروح جاي مران الكود ده باستخدام مين السكريبت. خلاص الحاجات اللي انا عمال اقول عليها دي اسمها اكستندرز. احنا عارفين ان السيرفر كنترولز نفسها كانت HTML كنترولز وهم زودوا على شويه ايه خصائص فيه شويه HTML كنترولز وانا غيرت في الخصائص بتاعتها وعملت سيرفر كنترول. احنا اول ما نفتح الاجكس واحنا شغالين في اللاب هنلاقي بس الايه الاربعه والخمسه كومبوننت دول. في ناس بقى على النت او ناس ديفولبرز زينا يعني عملوا ايه عملوا استخدام الاجكس دي كومبوننتس كتير قوي. انا جايب لكم دي اللي هتقعدوا انتوا تديوا اللي دي فهضيف لكم كل الايه كل الحاجات دي كده اسمها اكستندرز. يعني ايه اكستندرز؟ بدا يقول لك ان انا مثلا عندي دروب داون ليست خلاص عاوز انا عاوز اقول لكم اكزامبل حاجه زي الباسورد كده. الباسورد ده تكست انت كنت هتعمل ايه في العادي؟ هدخل الباسورد واضغط مثلا على بتن او اضطر اعمل ايفنت يعني يوديني للسيرفر واروح اديتكت ان كانت الحاجه دي سليمه ولا مش سليمه او الباسورد دي كومبلكس ولا مش كومبلكس وارجع تاني. ده طريقه عاديه دي الطريقه العاديه بتاعتي. خلاص قال لك لا انا دلوقتي هاد تكست بوكس ادي كده تعالوا ندراك تعالوا نعمل فورم جديده وندراك تكست بوكس قال لك بعد ما تضيف الليلاية دي وتدراج مثلا تكست بوكس يبدا يقول لك ايه في حاجه اسمها ايه اد اكستندر اللي هي شويه فيتشرز معموله بالايه بالاجكس. ادي اكستندر دي ده بعد ما ضفت انا دي اللي عندي بدا يضيف لك حاجه في الفيجوال سوي حاجه اسمها اكستندر. اول ما اضغط على الاكستندر ده يروح يبص على كل الحاجات اللي في الدي اللي اللي انا حاططها دي ويشوف ايه الحاجه اللي هي تنفع تشتغل على تكست بوكس ويظهرها لك. ايه من الاكستندرز دي ينفع تتربط بالتكست بوكس ويظهرها زي ايه مثلا؟ هاجي اقول مثلا كالندر ضغطت على الكلام ده اعمل رن طبعا اهو ماشي نرجع تاني اقف تاني على البطن اد اكستندر وهضيف له طبعا انت لازم عشان تران الاجكس برضو تضيف مين سكريبت مانجر اعمل رن اضغط على التكست طبعا الكلام ده ما كانش يحصل يعني الكلام ده لا يمكن كان يحصل قبل كده بالشكل ده قبل. تختار انت الايتم بتاعك ما عملش ايه كل ده انا شايفين انا البيج بتاعتي مش بيحصل لها توتال ريلودنج فبدا يقول لك هو الجزء ده بس اللي حصل فيه تعديل خلاص فيبدا يعمل ايه يروح بقى للسيرفر وتظهر لك الكالندر دي وتبدا انت تختار او تنفذ الاكشن بتاع السيلكت بتاع الكالندر فيضيفها لك كل الفاليديشنز وكل حاجه هو بيعملها ايه لوحده. هي دي الفايده بقى الفعليه فعلا للاجكس خلاص ان انت تقدر تضيف عندك كنترولز او تعدل شويه وتحسن في الفيتشرز بتاعت الكنترولز بتاعتك بحيث ان هي تاد فيتشرز اكتر. خلاص حاجات انت كنت لازم تروح لغايه السيرفر عشان تعملها لا دلوقتي هتروح لغايه السيرفر وكل حاجه بس الجزء ده هو اللي ايه؟ الجزء ده هو اللي هيتغير بس. حاجه ثانيه تعالوا مثلا اد تكست بوكس ثاني. طبعا انت احنا حصل ايه لما ضفنا الاكستندر دي؟ بدا يروح على التكست بوكس نفسه والبروبرتيز بتاعته وبدا يضيف لك حاجه اسمها ايه اكستندر دي ما كانتش موجوده قبل كده. انت لما اخترت الكالندر اكستندر بدا يجيب لك الايه اشكال الكالندر. طبعا انا ممكن بقى من جوه هنا اتحكم في شكل الكالندر بتاعي ليه كذا فورمات اختار الفورمات اللي انا عاوزه. شويه بروبرتيز بقت خاصه بمين بقت خاصه بالاكستندر اللي اتضاف على التكست بوكس.
طيب تعالوا تعالوا نضيف اكستندر تاني. هاجي هنا مثلا كده اقول له تعالوا تكست بوكس برضو. اقول له انا عاوز التكست بوكس ده. كان في حد سالني مره مش عارف عاوزين نعمل ماسك. ادي الماسكه خلاص. اقدر اضيف ان انا احدد الفورمات بتاع التكست بتاعي. عندي كمان شايفين الباسورد دي. تعالوا برضو نقاد ونشوف هيحصل ايه. الران بتاعي هبدا امسك الكلام ده او تكست وابدا ادخل الايه الباسورد. شايفين طبعا الكلام ده هو ايه الكلام ده بيعمله لوحده لغايه ما انت تدخل كومبليكيت الباسورد ما ينفعش ايه تتكسر. طبعا الكلام ده عشان اعمله كان ممكن اعمل شويه سكريبت وممكن في حاجات لازم ترن عند السيرفر وقصص كده طويله عليه. ماشي يا جماعه. يبقى الاكستندرز دي عملت ايه؟ دي ادت شويه فيتشرز على مين؟ مسكت الكنترولز بتاعتي وبدا يعيد شويه فيتشرز على الكنترولز دي. خلاص في مشاكل لغايه دلوقتي؟ طيب ماشي. احنا ان شاء الله هنرجع بس يعني لاصلنا. يعني احنا هنمسك بقى يعني احنا قلنا ان البروبرتيز لما بختار كنترول معين بيظهر لي البروبرتيز بتاعت الاكستندر ده صح؟ بيظهر لي البروبرتيز بتاعت الاكستندر واقدر انا اعدله. خلاص احنا عاوزين نعمل مثلا اما نرجع ان شاء الله عاوزين نعمل دراجبل كنترول. يعني اعمل كنترول بكامل كده ايمج مثلا بليبل يبقى عندي كنترول بكامل ويقدر الكلاينت ان هو يعمل دراج للكنترول ده باستخدام الاجكس. طبعا انت لما بتعمل دراجنج او الاكشن ده بيروح للسيرفر بس انت الدراج ده بيبقى ايه؟ اكوردنج على البانل او الفاليو اللي انت شغال عليها دي. خلاص ساعتها الكلام ده برده اجكس. ماشي. وهنعمل كمان في بعض الناس معايا بس في بعض السايتس كده بتخش تلاقي في منيو اما بتضغط مثلا على حاجه اللي هي كولابسد منيو مش عارف انتوا عارفينها ولا لا. بضغط على حاجه بيبدا المنيو تحصل لها اكسباند او كولابس حاجه زي كده برده. هنعمل حاجه زي كده خلاص. وبعد كده بعد ما اخلص ان شاء الله الكلام ده نشوف بقى الكود بتاعنا هيحصل له ايه اما اشتغل بالليبرز. ممكن الناس معايا بقى يا جماعه ممكن الناس معايا الناس صوت لسه للناس اللي لسه مش فاهمه الاجكس ده بيتكلم عن ايه. انتوا فاكرين كنا اول يوم خالص عملنا فورم بالشكل ده عملنا دروب داون ليست تمام وبتون وتو تكست بوكس. كان المفروض بس كان المفروض لما باجي ارن خلاص كنت عامل انا عامل الدروب داون ليست ده ماله ده مش بينيبل البوست باك وبالتالي انت كنت بتيجي تعمل ران كده وتختار اي حاجه من التكست ما كانش بيروح للسيرفر دي اول حاجه. ثانيا انا كاتب في الايفنت بتاع التشنج بتاع الدروب داون ليست ان يخلي تكست بوكس 1 في القيمه بتاعه الدروب داون ليست وكاتب في الباتون برده نفس الكلام ان تكست بوكس 2 بيساوي القيمه اللي في الدروب داون ليست. يعني واحد منهم بيملى دروب داون تكست بوكس 1 والتاني بيملى تكست بوكس 2. تعالوا نعمل ران كده. انا هنا مفيش اجكس ولا اي حاجه. لما انت بتبدا تختار ادي التكست بوكس الاولاني اللي انا بملاه من الدروب داون ليست وادي تكست بوكس 2 والباتون. هاجي هنا واقول له ان تكست بوكس 1 دوت تكست ايكوال القيمه الموجوده في الدروب داون ليست
هاجي في البيج دوت بيج دوت بوست باك ايكوال ايكوال فولس، وهعمل الايتمز بتاعت مين؟ بتاعت الدروب داون ليست. يعني الاجكس بيعمل ايه؟ ما دي ملهاش دعوه بالبوست باك، هوريكم بس الاجكس عمل ايه. هاجي برده في الباتون واقول له الباتون ايه؟ تكست بوكس 2 دوت تكست. شباب الصوت شويه عشان مش عارف الناس بتتكلم فيه. هاجي اعمل ران، انا الفورمه دي مش مستخدم فيها اجكس خالص. الفورمه دي مش مستخدم فيها اجكس. تيجي تغير في الدروب داون ليست بيعمل ايه؟ كان المفروض ان هو يروح ينفذ الاكشن بتاع الدروب داون ليست ويملى لك التكست بوكس 1 ب 2. بعد ما تضغط على البتون بيروح جاي عامل ايه؟ منفذ التو اكشنز. لما تضغط على البتون منفذ التو اكشن، لان البتون بيروح للسيرفر وانت مش مستخدم اجكس خالص، فيروح يبيلد كل حاجه من اول وجديد وينفذ كل الايه؟ الايفنتس اللي موجوده في الفورم بتاعك. تعالوا بقى نمسك الجزء بتاع البتون ده واقول له لا انا عاوزك لما تيجي ترن البتون ده ترن بس الجزء بتاع البتون والتكست بوكس. فاعمل اجكس بانل، ادي الاجكس سكريبت وادي البانل بتاعتي، واضيف فيها مين؟ البتون، واضيف فيها التكست بوكس، واعمل ران، اختار من الدروب داون ليست برده مفيش حاجه بتحصل. اضغط على البتون ايه اللي حصل بقى؟ خلاص بقى هو البتون والدروب ده التكست بوكس دول اكنهم مفصولين عن البيج، فاي حاجه بتحصل فيهم بقت خاصه بايه؟ بيهم هما، وكده البطن ملوش دعوه ببقيه الايفنتس بتاعت البيج خالص. فهمنا كده الدنيا ايه اللي بيحصل؟ تعالوا احنا بقى نستخدم الاكستندرز ونبدا نعمل بقى الحاجتين اللي انا قلت لكم عليهم دول. انا عاوز اعمل دروب داون، عاوز اعمل كنترول، اعمل له دراجبل كده يبقى دراجبل كنترول بالكامل، دي رقم واحد. رقم اثنين عاوز اعمل الكولابسد منيو دي. تعالوا نعمل الدراجبل كنترول الاول. قال لك الدراجبل كنترول ده عشان تعمله لازم يبقى موجود في بانل، لازم اعمل بانل كده كولابس منيو والدراجبل كنترول دي، يقول لك لازم كل الشغل بتاعها تكون شغاله على بانل. فانا هاجي في اول حاجه اعملها ادي بانل، مش اجكس بانل، دي بانل عاديه خالص. خلاص دلوقتي الكنترول اللي انت هتدرجه ده المفروض ان هو فيه مثلا ليبل وتكست بوكس وفيه ايمج وفيه كذا حاجه. كنترول فيه اكتر من يعني البانل نفسها فيها اكتر من كنترول، وانت عاوز تدراج تبقى البانل كلها على بعض دراجبل، بانل على بعض كلها تبقى دراجبل. طيب لازم انت في حاجتين تحددهم. خلاص انت بتحدد كل الكومبوننت بتاعتك جوه ادي البانل بتاعتك، وهتبدا تختار اول حاجه ان هو اكستندر. انا هامبلمنت على البانل دي انه اكستندر ان البانل دي تبقى دراجبل، فادي الاكستندر اللي هو بيعمل لي دراجنج. قال لك الاكستندر اللي بيعمل دراجنج ده لازم تحدد انت جوه البانل انه مكان جوه البانل اللي لما هاجي اقف بالماوس عليه واعمل دراج هيعمل دراجنج فعلا. خلاص احنا عارفين البانل نفسها هيبقى فيها اكتر من كنترول. انا هحط دلوقتي في البانل هحط ليبل واحط ايمج، اما اجي ادراج البانل بالايمج مش هيعمل اي حاجه، البانل الثانيه واقفه زي ما هي، بس اما اجي ادراج من عند الليبل نفسه هيبدا يعمل دراجنج. فانت مطلوب عشان تعمل الدراج بالكومبوننت ده تعمل حاجتين. تقف الاول على البانل وتقول ان البانل دي هتبقى ايه؟ دراجبل، ان انت بتحدد ان البانل دي هتبقى دراجبل. رقم اثنين انه جزء في البانل اللي انت هتعمل منه دراجنج. خلاص انا هاجي جوه البانل بتاعتي كده واعمل تو بانلز، ادي واحده ادي اول بانل وادي بانل كمان. شايفين التو بانلز ولا مش شايفين؟ خلاص ادي دلوقتي عندنا بانل 1 دي هي اللي شايله مين دلوقتي؟ بانل 1 شايله بانل 2 وشايله مين؟ وشايله 3. خلاص تعالوا في 1 دي انا هحط مثلا ليبل،
جيت كده وقلت انا هحط هنا ليبل واقول على الليبل ده مثلا هاجي على التكست بتاعه واكتب مثلا لوجو. اي تي اي لو خلاص تمام كده. طيب البانل الثانيه انا هضيف البانل الثانيه دي ايمج فهيجي كده بانل 2 واقول له انا هضيف فيها ايمج. سكن البانل الثانيه دي اكبرها شويه واجي على الايمج دي انا احط اي ايمج من عندي من على الهارد ديسك. اخد الايمج دي كنترول سي واعمل ايه؟ اروح في الابلكيشن بتاعي واضيف الفولدر اللي اسمه ايمجز خلاص وادي الايمج بتاعتي. هاجي على الايمج واقول له اليو ار ال بتاعها بروبرتيز ايمج يو ار ال وادي الايمج بتاعتك. نظبط بس الكومبوننت كده خلاص بقى عندنا كده الكومبوننت بتاعت اللوجو بتاعك ده عباره عن ايه؟ بانر 1 وجواه 2 بانرز بانر 2 بانر 3 بانل 2 دي جواها الليبل وبانل 2 فيها مين؟ فيها الصوره خلاص؟ انا عشان مين بقى فيهم اللي هيبقى دراجابل في القصه دي كلها؟ بانل 1 الكبيره دي كلها على بعض انا عاوزها تبقى دراجابل فاقف على بانل 1 واقول له انا هاد اكستندر. طيب الاكستندر ده نوعه ايه المره دي؟ دراجابل دراج بانل خلاص ادي الاكستندر خلاص ضيفنا كده وكده الكومبوننت بتاعك بقى ماله؟ بقى دراجبل. تعالى نعمل رن ادي الكومبوننت بتاعك تيجي تعمل دراجنج ده كده بيعمل ايه؟ اولا مش شغال مظبوط قوي ثانيا هو بيعمل دراجنج من اي حته. لا انا عاوز اقول له تعالى اعمل دراجنج وقت بس ما تعمل دراجنج من على مين؟ من على الايه؟ من على بانل 1 فهاجي كده على بانل 1 خلاص انا عاوز دلوقتي يجي يعمل دراجنج وهو واقف بس على مين؟ وهو ماسك الايمج بتاعته من الايه؟ من الليبل. فهاجي في البروبرتيز بتاعتي هلاقي في بروبرتيز اتضافت مخصوص لمين؟ في بروبرتيز دي البروبرتيز بس بتاعت مين؟ دي البروبرتيز بتاعت الاكستندر اللي اتضافت على بانل 1 هتلاقي في حاجه اسمها ايه؟ دراجابل هاندل اي دي خلاص هخليه بانل 2 اعمل رن ساعتها بقى انت لازم تمسك اللوجو بتاعك وتمسكه منين؟ من الليبل وتبدا تدراج الايه؟ الليبل بتاعك خلاص؟ يدراج ويحطه في اي مكان في البيج بتاعك. بس الشرط بتاعك ان انت تبقى ماسك ايه؟ بانل 1 خلاص؟ يبقى انا عشان اقدر اعمل دراجبل كومبوننت زي ده لازم اعمل ايه؟ الخطوات بتاعتي تاني. الدراجبل كومبوننت ده لازم يبقى شغال على بانل. تبدا تكريت البانل بتاعتك ولازم عشان تحدد انه جزء في البانل هيبقى دراجابل وده الجزء اللي هعمل بيه دراجنج لازم يبقى بانل برضه. فعملت البانل بتاعتي وخليت الكومبوننت كلها شويه بانلز جواها وابدا احط الايتمز بتاعتي بقى الليبل والايمجز والكنترول زي ما انت عاوز. خلاص؟ بقى معاك الكومبوننت كله بقى دراجابل تقدر تحطه في اي حد. خلاص؟ دي ادي واحده. طبعا انت كنت بتعمل حاجات زي دي قبل كده كان لازم ايه؟ ده كان كله سكريبت. انتوا المفروض انتوا عملتوا حاجات زي دي في جافا سكريبت اكيد. طيب تعالوا بقى نعمل كمان الكولابسد منيو. انا اخترت من البروبرتيز بس وكان في مشاكل في الدراجنج وانا عمال اعمل دراجنج كان بيعمل دراجنج من اي مكان وكمان كان الدراجنج نفسه مش شغال صح. انا جيت على الكومبوننت اللي هو البانل 1 وجيت على البروبرتيز بتاعت الاكستندر وقلت له بقى الدراج هاندل اي دي هو بانل 2 يعني هو ده المكان اللي هيبدا يعمل منه دراجنج خلاص. ده اللي بيندكيت انا عاوز اعمل دراجنج للبانل دي كلها خلاص. تعالوا نعمل كمان خلاص في مشكله في الكلام ده
تعالوا نعمل كمان الكولابسد منيو. هي دي كده البانر دي. قالك برضو انت عشان تقدر تعمل الكولابسد منيو دي لازم برضو تبقى عباره عن ايه؟ شويه بانرز برضو. تبقى برضو وانت شغال، انا شغال على ايه؟ على مجموعه بانرز. هضيف برضو ادي بانر 1 وادي بانر كمان. واعمل فيها زي ما عملت فوق برضو، هضيف الاولانيه ليبل وهضيف الثانيه ايمج. اليو ار ال بتاع الايمج انا كده ظبطت الكومبوننت بتاعي، وهيجي مثلا على الليبل كولابس كده. ادي الايتمز بتاعتك اتكونت. هو السؤال دلوقتي مين فيهم اللي هيحصل له كولابسنج؟ مين فيهم اللي هيختفي؟ التاني صح؟ التاني هو اللي هيختفي. لا مش الاثنين، انا عاوز اعمل زي المنيو كده، عندي ايتم ولما اضغط على الايتم ده الحاجات اللي تحتيه يا اما تختفي يا اما تظهر. خلاص؟ فكده البانل اللي تحت دي كلها يا اما تختفي كلها يا اما ايه؟ تظهر كلها. انا طبعا ممكن اخفي واظهر منها جزء، اوريكم ازاي بقى. خلاص بس يا اما تختفي كلها يا اما ايه تظهر كلها. معنى كده ان الاكستندر موجود على مين؟ على البانل الثانيه. الاكستندر بتاعي نفسه موجود على البانل الثانيه. بقول له اد اكستندر والمره دي ايه؟ كولابس. خلاص نمسك بقى البروبرتيز بتاعتها. هروح برضو على البروبرتيز بتاعت الكولابس، هلاقي فيه واحد من البروبرتيز مين هو الكولابس كنترول. مين هو كنترول اللي انت ما تضغط عليه هيعمل كولابسنج للايه؟ للبانل الثاني. مين هو كنترول اللي لما اضغط عليه هيعمل كولابس او اكسباند للبانل الثاني؟ كنترول اسمه ايه؟ بانل 4 صح؟ ادي دي البانل الاولانيه، هي اللي لما اضغط عليها هيتحكم في البانل الثاني. يبقى انا لما اضغط على بانل 4 دي هيبدا يكسباند ويكولابس الايه؟ الايمج بتاعتي. ناس متابعة؟ عملنا تو بانلز، البانل الثانية هي اللي يحصل فيها كولابسنج. طب هيحصل فيها كولابسنج امتى؟ اكوردنج لاكشن معين. مين هو الاكشن؟ فانت لازم تحدد. قلت له انا لما هاجي اكليك على الكنترول ده هو ده هيبقى الكنترول اللي هيانديكيت ان كانت البانل بتاعتي هتبقى اكسباندد ولا كولابس. ايه؟ ما هو الليبل من جوه البانل. انا بقول ان البانل لا ما هو ما ينفعش، قال لك ان الكولابس الكولابسنج ده شغال على بانلز. هاجي للبروبرتيز بتاعت بانل 5 واروح على الاكستندر ونبدا نتفرج شويه على الايه؟ على البروبرتيز بتاعته. قال لك الكولابس كنترول اي دي. مين الكنترول اي دي اللي هيعمل كولابسنج؟ وهتلاقي برضو ايه؟ الاكسباند كنترول اي دي. مين الكنترول اللي لما هضغط عليه هيعمل اكسباند؟ طبعا هيبقى هو نفس الكنترول في حالتنا دي، هو نفس الكنترول. يبقى كنترول 4 هو لما اضغط عليه هيعمل اكسباند، ولما اضغط عليه برضه هيعمل كولابس.
شايفين الليبل اللي انا كنت عامله ده، انا هكتب اسم الليبل هنا ليبل 1. ايه فايده الكلام ده؟ ان انا اجي اقول له في حاجه اسمها اكسباند تكست، انت عاوز اما يبقى الدنيا اكسباندد عندك تكتب ايه، وما تبقى كولابس تكتب ايه. فما تبقى اكسباند اخليها مثلا كلمه كولابس، وما تبقى كولابس ده اقول له اكسباند، هلاقي برده في حاجه اسمها كولابس تكست. نران كده ونشوف ايه اللي حصل. طيب نشوف الايرور بتاعك، بيقول لك ان اكستندر كانوت بي ان ديفرنت. بيقول لك ما ينفعش ان الكولابس ده، احنا قلنا ان كل حاجه في الكولابسنج وفي الدراجنج لازم تبقى كل الدنيا عندي في ايه، في بانل. انا حطيتهم كل واحده منهم في بانل، بس انا لازم اضم الاثنين مع بعض في ايه، في بانل واحده. هعمل بانل جديده كده، هحط فيها التو كومبوننت مع بعض. ادي الكومبوننت الاول بانل 4، وادي الكومبوننت الثاني بانل 5. خلاص كده يا جماعه، كده الكومبوننت بتاعي كله موجود في ايه؟ بانل 6 دي شايله الايه؟ شايله الكنترول كله على بعضه، شايله البانل اللي هيحصل لها اكسباندنج والبانل اللي هتنفذ الاكشن. برضه ايرور تاني. حد عارف الايرور فين ولا لسه؟ في حد عارف ايه الايرور؟ ماشي، ما انا حطيتهم في بانل واحده. لازم تبقى في الابديت بانل ده اجكس، ده جزء اجكس، فلازم الابديت بتاعتي او البانل اللي انا استخدمها تبقى ايه؟ ابديت بانل. خلاص انا كل اللي انا اشتغلت عليه ده كان ايه؟ كان بانلز عاديه. تعالوا نمسك كده، شيل كده الابديتس البانل اللي انا ضفتها دي. لا، في حاله كولابس بس. كلهم هيتحطوا في ابديت بانل. مش ايوه ماشي، ما هو الاكشن نفسه على ايه؟ على جزء تاني. تعالوا نعمل الكومبوننت كده من اول وجديد. Thank you.
المهم انا بشوفها لكم ادي الكليه وهشرحها لكم خلاص. عيب جدا عيب جدا لما يبقى قاعد الانستراكتور بيصلح لكم ايرور طالع خلاص وانتوا على الاقل يعني انتوا المفروض يعني الانستراكتور اللي فيش على الاقل ساعدوه. يعني انت شايف ايرور ممكن الانستراكتور يبقى عامل حاجه مش شايفها اساسا, ممكن اكون بشاور على بانر غلط ولا بعمل حاجه غلط, انما انتوا قاعدين الناس بتعمل ايه؟ قاعده بتتكلم مع بعض طبعا مش عارف يعني ما ينفعش خلاص. انا ممكن لغايه دلوقتي اقول لكم خلاص يا جماعه مش اتفضلوا وكده شكرا ليكم, انا مفيش اي حد هيجي يعاقبني ولا يجي يقول لي لا والله انت غلطان خلاص. فالناس تحترم نفسها مع الشخص اللي بيشرح لها, كون ان انت قاعد بس من ورا كده بتهمس معاه زميلك كده انت مش محترم الشخص اللي هو بيشرح اصلا يعني. اتكلم على اخر حاجه بقى ازاي امبلمنت الادو على الحاجات اللي احنا اشتغلنا فيها في الادو بس باستخدام خلاص باستخدام اللينكس. ازاي اقدر امبلمنت الداتا بتاعتي او امبلمنت الابديت والانسيرت والديليت بس استخدام مين؟ استخدام اللينكس. لكن انا همسك اللينكس بتاعتي واقسم الداتا او الابلكيشن بتاعي لثلاثه لينكس, فيس لير وعندي لير ثانيه بزنس عندي لير اخيره اللي هي بتتعامل مع مين؟ مع الداتا بيز اللي هي الداتا بيز لير. خلاص دول الثلاثه ليرز همسك اي ابلكيشن عندي واقسمه بالشكل ده خلاص. احنا دلوقتي عاملين مثلا هنا عاملين جريد خلاص, والجريد دي فيها زي ما كنا عاملين امبارح سيلكت وديليت واديت وكل الحاجات اللي احنا كنا عاملينها خلاص. كل مسؤوليه الانترفيس لير دي ان هي تعمل ايه؟ كل مسؤوليه الانترفيس لير دي ان هي تقول انا عاوزه بس انفذ ايه؟ انا عاوز اعمل سيلكت ولا عاوز اعمل ابديت ولا عاوز اعمل دي؟ عاوز اعمل انسيرت ولا سيلكت ولا ابديت ولا دي؟ وتبعت البارامتر بس. خلاص؟ وتبعت البارامترز بتاعتك. الكلام ده اقدر اعمله بايه؟ بحاجه جديده كده اسمها اوبجكت داتا سورس. بص معنى كده ان الاوبجكت داتا سورس ده بياخد ايه؟ بياخد لير. طبعا لير دي اللي هي كلاس زي. بياخد لير يعني بياخد كلاس. خلاص انا بدور دلوقتي على كنترول, كنترول ده يساعدني ان هو ياخد كلاس وانا احدد انه مسج جوه الكلاس ده هيتنفذ. انا دلوقتي عامل الكلاس ده مثلا عشان تيبول ستيوز, فيبقى عندي جوه الكلاس ده ايه؟ ميثود بتسلكت فول فروم ستيودنت صح؟ وعندي ميثود ثانيه مثلا بتسلكت باي اي دي, وعندي ميثود بتعمل ايه؟ ابديت وديليت وانسرت. كل ده انت شغال على ايه؟ على تيبل واحد من اللي عندك. طبعا انا البيزنس لير دي ممكن يبقى فيها اكتر من ايه؟ اكتر من كلاس بقى, يعني هي لير واحط فيها ايه؟ اعمل فولدر كده احط فيه كل الكلاسز بتاعتي واخلي الاوبجكت ده سورس يشاور على مين؟ على الكلاس اللي انا عاوزه. انا عاوز اعمل داتا بتاعت ستودنت واخش على اللير بتاعت ستودنت
عاوز اقرا الداتا بتاعه ديبارتمنت بخش على مين؟ على الديبارتمنت. يبقى كده الفانكشنز دي هنا في الانترفيس كل اللي حددته ايه؟ عملت الانترفيس بتاعك وخدت البارامترز وحددت انا عاوز اعمل انسيرت ولا ابديت ولا دي انما كتبت كوماند ولا عملت اي حاجه مفيش اي حاجه. بس بعت كده قلت له لو سمحت شاورني من هنا على سيلكت باي اي دي. سيلكت باي اي دي المفروض مستنيه هنا ايه؟ بارامتر. هو البارامتر ده بس اللي انت هتبعته له من هنا. يبقى من هنا هعرف هنا اوبجكت داتا سورس واقول له اوبجكت داتا سورس شاور على مين؟ على اللاير دي وهات منها مين؟ سيلكت باي اي دي. يبقى انت لازم وانت بتشاور عليها تبعت له مين؟ سيلكت باي اي دي. خلاص؟ يبقى فايده الميثود دي ان هي تعمل ايه بقى؟ لا تجنري الكوماند بتاعك. كل فايدتها ان هي جنريت الكوماند. انت دلوقتي بعت البارامتر زي خلاص جيت مثلا سيلكت باي اي دي تبدا هي تعمل ايه؟ تقول له سيلكت ستار فروم ستودنت وير الستودنت اي دي ايكوال مين؟ الاي دي اللي انت بعته فين؟ خلاص اللي انت بعته في الميثود بتاعك. بعد ما كون سترينج خلاص كده بقى معانا سترينج وعارف ان هو هيعمل سيلكت يبدا بقى يروح لمين؟ للداتا بيز ده اللي هي بدورها اساسا بتكونكت على الداتا بيز. الداتا بيز دي هي اللي بتكونكت ترجع على الداتا بيز بتاعك. خلاص طب الداتا بيز دي فيها ايه بقى؟ خلاص طبعا الليرز اللي انا بحكيها دي كل واحد عم بروح ان شاء الله شركات هتلاقي كل شركه بتمبلمنت موضوع الليرز ده بالشكل اللي هي شايفاه ان ده صح. تعمل كلاسز تعمل اوبجكت تعمل ايه عاوز ايه؟ خلاص كل واحد ده شكل من الاشكال بتاعت الليرز. فانا هاجي في الشكل بتاعي ده انا عندي سيلكت وانسيرت وقضيت ودليت. انا عارف ان السيلكت دي دايما بتريترن ايه؟ داتا سيت. دايما السيلكت بتريترن داتا سيت وبتتنفذ بكونكتد ولا ديسكونكتد؟ ديسكونكتد. الافضل بقى انا مش متكلم الافضل ايه دلوقتي مع اي حاجه وكل حاجه. الافضل ان السيلكت تتنفذ ديسكونكتد والابديت والريسيت والديليت يبقوا كونكتد. فانت بتيجي هنا هعمل تو ميثودز هسمي مثلا واحده اسمها ران دي ام ال وواحده ثانيه اسمها ران سيلكت. يبقى انت لما تيجي تبعت كده مثلا جيت من الانترفيس بعت الاي دي بتاعك فنادى هو على مين؟ على سيلكت باي اي دي نادى على مين؟ على الاي دي. بعد كده كون السيلكت بتاعته المفروض هو لما يجي ينادي على اللاير دي يبعتها مين؟ الكوماند. يبقى هو كده كل هدف اللاير دي ان هي جاهزه الكوماند بتاعها خلاص وبقى جاهز. اللاير الاخرانيه دي بقى هي المسؤوله عن ايه؟ عن الاكزكيوشن بقى. لو انت شغال ران دي ام ال فانت هتكزكيوت ايه؟ ران كويري. لو انا هران سيلكت فانا هشتغل بايه؟ اشتغل بالداتا سيت خلاص او بالادابتور بتاعي. تاني كده اللايرز تاني انت اول لاير خالص مسؤول عن ان انت تكريت الانترفيس بتاعك تحط بقى الدروب داون ليست بتاعتي اللي انا عاوزها والجريد فيو كل القصه دي. هتقعد بس تبيلد دي تبيلد الانترفيس بتاعك. تاني خطوه او تاني لاير دي مسؤوله عن ان هي تكتب كل يعني كل انواع الفانكشنز اللي انت عاوزها. انا عندي جريد مثلا وعاوز اعمل في جريد دي انسيرت وابديت وديليت وسيلكت. خلاص فتبدا تقول خلاص انا هكتبه للستودنت ده هعمل سيلكت مثلا من اول وسيلكت باي اي دي وابديت دول الثلاثه اكشنز بتوعك. اخر لير خالص دي مسؤوله عن ان هي ترن الايه؟ الكوماند بتاعها. يعني اخر لير دي بتاخد الكوماند ده بتاعها هنا كبارامتر وترن حسب الايه؟ حسب ما انت بتشاور. لو انت واقف مثلا في السيلكت باي اي دي او سيلكت اول دي فانت هتنادي على مين؟ على ران سيلكت. خلاص يبقى ران سيلكت دي اكيد بتاخد كوماند وتريترن ايه؟ داتا ست. ودي بتاخد كوماند وتريترن ايه؟ انتجر اللي هو عدد الروز الافكتد بتاعتك لو كنت عاوز ايه؟ تشتغل عليه. خلاص مفهوم كده شكل اللير. يبقى انت اول لير بكريت الانترفيس بتاعي خلاص وابدا احدد ايه البارامترز واعمل حاجه اسمها اوبجكت داتا سورس واقول بقى الاوبجكت داتا سورس ايه؟ روح نفذ لي كذا سيلكت ولا الابديت ولا الدليت وابدا اختار. معنى كده الاوبجكت داتا سورس ده ايه الفايده ما بينه وما بين الداتا سورس العادي؟ الاوبجكت داتا سورس ده شايل ايه؟ اكتر من سيلكت ستيب.
خلاص. وممكن كمان اكتر من ابديت وانت بتشاور يعني. المهم ان هو شايل كلاس وهو شايل ايه، شايل ستيتمنت زي ما انت عاوز، او شايل فانكشنز اللي انت عاوزها كلها في الابلكيشن بتاعك. انا عاوز اعمل سيلكت اول، سيلكت باي دي، وابديت وانسبت وديليت. قلت لك هحطهم كلهم فين تاني. عاوز انت تعمل على التيبل ديبارتمنت نفس الكلام، وتروح اعمل ايه كلاس تاني وتحط برده معاك في ايه في نفس اللاير. خلاص. من الانترفيس كل هدف الانترفيس ان هو تبني الانترفيس بتاعك، تاخد البارامترز وتبعت البارامترز باستخدام الاوبجكتال سورس لمين؟ للبيزنس لاير. تبدا البيزنس لاير، اه انا والله يا ريت مثلا هلمسه دي، هلمسه دي عاوزه بارامتر ولا لا، دي عاوزه بارامتر، فتبدا تاخد البارامتر بتاعك من الاوبجكتال سورس. بعد كده كل هدف الميثود دي ان هي تكريت الايه؟ الستيتمنت او الكوماند بتاعك. اللاير الاخرانيه تاخد بقى الكوماند حسب بقى هو اكزكيوت نون كويري ولا اكزكيوت ايه؟ ولا هيراجع على داتا سيت، وتبدا تنديكيت الايه؟ الفانكشن بتاعك. خلاص؟ ايه بقى فايده ان احنا عملنا الكلام ده؟ طبعا الدنيا هنا سيبريتد. انت اولا الديبوجنج بتاعك هيبقى سهل جدا. انت هتلاقي حتى واحنا بنعمل ديبوج كده ان هو بيروح للفانكشن الاولانيه وبعد كده الثانيه في لاير ثانيه وبعد كده يروح للثالثه وهكذا، ويرجع برده ايه؟ الريتيرن بنفس السيت. ثانيا انت ممكن تخلي كل ديفلوبر عندك في الشركه شغال في كلاس ملوش دعوه. انت بتقول له الكلاس ده عاوز ايه؟ الكلاس ده انا هديك سيلكت، هديك كوماند واعمل له ران. هو ملوش دعوه الكوماند ده شكله عامل ازاي ولا جاي منين، انا دي مش قصتي. الراجل اللي هنا ملوش دعوه بالبارامترز، هو ليه ان هو بيكري شكل الابديت او الانسيت او الديليت ستيتمنت بتاعه. البارامترز دي ايه؟ انا هكتبها هنا واشتغل عليها وكانها موجوده عندي. ماليش دعوه دي جايه من تكست بوكس، جايه من دروب داون ليست، جايه من جريد فيو، دي مش بتاعتي خالص. الشخص الاولاني اللي شغال في الانترفيس ده هو هيبقى مسؤوليته ان هو ايه؟ يبعت البارامتر، والشخص ده يكريت السترنج ويبعت السترنج للداتا سورس. الداتا سورس تنفذ الكوماند مثلا راجع الداتا سيت، تبدا تتم الداتا سيت دي فين؟ هنا، ودي تتم الداتا سيت فين؟ اللير. خلاص؟ ده كده الشكل العام بتاع اللير، ان انا هشتغل في او اخلي الدنيا بتاعتي كلها ايه؟ كلها لير. كده مش هشتغل بقى زي امبارح كده ما كنت ايه عامل فورمه واحده وكل الكود جوه الفورم وكانت الدنيا كتير كده مش عارفين نشتغل. خلاص؟ تعالوا نبدل اللايرز عشان نقدر نفهم. تعالوا نبدل اللايرز دي بالعكس. احنا فهمنا كده كل لاير بتاخد ايه وبترن ايه، كل لاير بتاخد ايه وبترن ايه. خلاص؟ تعالوا نبدل الاول اللاير الاخرانيه دي. هعمل فايل نيو ويب سايت وابدا ابيلد الويب سايت بتاعي باللايرز اللي جوه. خلاص دي كده الكلاس اللي هو بتاع الديفولت دوت اي سي بي اكس ده الانترفيس. دي الانترفيس لاير بالنسبه لي. في واحد من الفولدر احنا عارفين الابلكيشن اندرسكور داتا ده بحط فيه ايه؟ بحط فيه الداتا بيس بتاعتي. هاجي كله اقول له كده رايت كليك واد اي سي بي دوت نت فولدر. في حاجه اسمها ابلكيشن كود، ده بقى اللي بتحط فيه كل الكلاسز اللي انت شغال عليها. انا هعد دلوقتي تو كلاسز، كلاس لل داتابيز لاير وكلاس تاني مين للبيزنس. هاجي هنا كده واقول له ايه رايت كليك اد نيو ايتم وهضيف تو كلاسز. خلاص هسميه داتا اكسس لاير وهعمل كلاس كمان اسميه بزنس لاير. هو المفروض يعني نقول له ان هو ده مثلا بزنس لاير ستودنت، بحيث ان يبقى عارف ان الكلاس ده هو بتاع مين ستودنت. انت لو عاوز تعيد كلاس تاني تقول مثلا بزنس لاير ديبارتمنت، فيبقى الكلاس ده خاص بالميثودز بتاع الديبارتمنت. ادي كده التو كلاسز بتوعي. تعالوا نمسك الداتا اكسس لاير ونبدا نعمل الفانكشنز بتاعتنا. احنا قلنا ان الداتا اكسس لاير دي هيبقى فيها مين؟
هيجي هنا كده دي مسؤول عن ان هي ترن الداتابيز خلاص. ففيها كام فانكشن انا هشرح بنفس الكونسبت اللي انا موجود على البورد ده. هقول ان الداتا اكسس دي فيها تو فانكشنز، واحده بترن دي ام ال كويريز والثانيه بترن ايه سيلكت ستيت. فهاجي هنا كده واقول له انا عندي بابليك، انا مش عاوز او مش محتاج اما اجي كاريت من ال او نادي على الكلاس ده ان هو الكلاس ده كاريت منه اوبجكت، انا عاوز الميثود بتاعته كلها تبقى ستاتيك واقدر اكسس الميثود دي على طول. فاقول له بابليك ستاتيك بابليك ستاتيك، وتبدا تحدد انت الميثود بتاعتك دي انهو فيهم الاول. انا هعمل مثلا ران السيلكت خلاص، اسمي ميثود عندي اسمها ران سيلكت. طيب الميثود دي هترترن ايه؟ انت عارف ان هي هترترن ايه بالنسبه لك؟ داتا سيت صح؟ انا ران سيلكت اكيد اللي راجع بالنسبه لي هو ايه؟ داتا سيت. طيب وقلنا ان دي هتاخد ايه الايه؟ الكوماند اللي انت هتنفذه. فهيبقى الفانكشن دي بتاخد سترينج كوماند بتاعك تمام كده. في مشكله؟ هبدا اعمل ايه هنا؟ دي الفانكشن المسؤول عن ان هي ترن كويري، فلازم اعمل كونكشن واعمل كوماند وادي السترينج دي للكوماند وابدا اكزكيوت زي الطريقه العاديه. هقول له اس كيو ال كونكشن ينفع اعمل ايه؟ هو غالبا يعني في ناس بتعمل كده، بتعمل لما بتيجي تبقى عندك ابلكيشن مثلا وانت متوقعه ان ممكن شكل الابلكيشن سترنج بتاعتك تتغير او كده، بتعمل لها انت ابلكيشن ديسك توب صغير لوحده كده عشان تقدري تديتي فيها زي ما انت عاوزه، مش كل شويه اخش في الابلكيشن واقعد عنده. هاجي هنا كده واقول له اس كيو ال ايه؟ كونكشن. وابدا اديله هنا ايه كونكشن سترنج بتاعتك او انت تبقى كاتبها في الويب دوت كونفيج وتشتغل عليه. انا افتكر ازاي كان بتكتب داتا سورس ايكوال وحدد السيرفر بتاعي وبعد كده اكتب انيشال كاتالوج، ده لو كانت الداتا بيز اصلا كونكتد على السيكول سيرفر انجن اي تي اي 2 وبعد كده انتجريتد سكيورتي equal true. ادي الكونكشن بتاعك. بعد كده اعمل ايه؟ اس كيو ال كوماند يساوي نيو اس كيو ال كوماند. كوماند تايب بتاعك ايه؟ هو عباره عن تكست، فانت بس مجرد انت تقول له كوماند دوت كوماند تكست ايكوال مين؟ هل انت تعرف الكوماند ده جوه ايه ولا تعرف عنه اي حاجه؟ انت تعرف بس ان ده كوماند ده عباره عن سيلكت، فرحت جاي حاطه هنا وبعد كده تعمل ايه؟ عاوز انفذ بقى الكوماند ده هبدا اعمل ايه؟ ده ديسكونكت، ده ديسكونكتد، فاعمل ايه؟ داتا سيت واعمل ايه كمان؟ داتا ادابتور يبدا يعمل ايه؟ يكزكيوت الكوماند بتاعي. بس اول حاجه اقول له كوماند دوت كونكشن كونكشن بتاعي، وبعد كده اقول له سيكول داتا ادابتور هو بصيله مين؟ كوماند بتاعي. بعد كده اقول له ايه؟ ادابتور دوت فيل، وابدا املى مين؟ الداتا سيت بالداتا اللي هو عاوزها، وفي الاخر الداتا سيت دي ترجع لمين بقى؟ ترجع للبيزنس لاير خلاص. ممكن هو لو عاوز يتشيك ولا حاجه، بس هو غالبا يعني هي ترجع للبيزنس لاير وهو ياخدها يرجعها لمين؟ يرجعها للانترفيس على طول خلاص. دي الميثود كده اللي هي بترن الايه؟ دي الميثود اللي هي مسؤوله عن ان هي ترن السيلكت او ان انا شغال ديسكونكت. لا انا عاوز اشتغل ايه بقى؟ كونكتد عشان ارن مين؟
دي ام ال كويلز. هعمل برضو بابليك ستاتيك ميثود اسميها ران دي ام ال. طب دي هترتيرن ايه؟ انا عارف ان هي هترن دي ام ال كويري فهترتيرن ايه؟ انتجر اللي هو عدد الروز اللي افكتد بتاعتك وما كانش فيه روز هيرجع ماينس 1. دي ام ال كويري هياخد برضو ايه سترينج كومنت. هو هياخد هنا الكوماند طبعا مش هياخد السترنج بتاعتي برضه. السي دي انا خليها صغيره ماشي. ننزل تحت هنا بقى ادي الميثود الثانيه اللي هترن مين؟ هترن دي ام ال كويريز. دي هتعمل ايه؟ برضه كونكشن سترنج ثاني. طب ما انا اطلع الكونكشن سترنج دي ايه؟ بره كده ورايح دماغي ترول اكس ترول في خلاص. بدا يطلع لك ايرور عليها. ليه تطلع ايرور؟ ليه ما انت خدتها طلعتها بره طلع لك عليها ايرور؟ عشان مش ستاتيك. لازم كل ستاتيك ميثودز انا لازم استخدم جواهم ايه؟ ستاتيك فاليو. ران دي ام ال خلاص. انا كده كده معرف الكونكشن. انا محتاج اعرف داتا سيت هنا. مش محتاج اعرف، انا محتاج اعرف ايه بس؟ كوماند يساوي نيو اس كيو ال كوماند واديله مين؟ واصيله السترنج بتاعتي والكونكشن كمان على طول. خلاص اديت الكوماند بتاعي واديت الكونكشن. ايه الخطوه الجايه؟ انا عاوز اعمل اكزكيوت. الاكزكيوت هتبقى ايه؟ كوماند دوت اكزكيوت نون كويري. بس انت قلت ان انت هتريترن اساسا الايه؟ انا هريترن الفاليو اللي راجعه من الايه؟ من الاكزكيوت او من الانسيرت او من الابديت والديليت. فانا هضطر اعمل هنا مثلا انتجر افكتد روز معترض على ايه؟ هنا مثلا السين سيمي كولون واحد. في الاخر هعمل ريترن افكتد. خلاص يا جماعه؟ تمام كده؟ كده في مشكله في التو فانكشنز. انت هنا خلاص، انت هنا بقت كل مسؤوليه الديفلوبر اللي قاعد بيشتغل. انا ماليش دعوه بالكوماند ولا اعرف عنه اي حاجه، انا بس عرفت ان الكوماند ده هيريترن ايه، فما عرفت ان هو هيريترن داتا سيت فقلت انا هشتغل ديسكونكت. ده هيريترن انتجر فهشتغل ايه؟ كونكت. انا ما اعرفش حتى الكوماند ده هو انسيرت ولا ابديت ولا ديليت. انا الشخص اللي بكتب الديفلوبمنت بتاع الكلاس ده ما اعرفش عنه اي حاجه ولا اعرف شكل السيلكت ستيتمنت. حتى هي السيلكت ستيتمنت دي هتريترن ور ريكورد ولا هتريترن تيبل، انا ما اعرفش برده عنها اي حاجه. في سؤال لغايه دلوقتي؟ هنيجي هنا كده انا شغال ديسكونكتد فاقول له ايه؟ كونكشن دوت اوبن واجي في قبل ما ريتيرن اقول له ايه؟ كونكشن دوت كلوز. خلاص كده كتبت ادي التو فانكشنز بتوعي. تعالى بقى نادي ايه او نعدل في مين؟ في اللاير الثانيه بقى. طيب الليله الثانيه دي هيبقى فيها ايه؟ انا عاوز اعمل كل الفانكشنز اللي هناك دي. عاوز اعمل سيلكت اول، وعاوز اعمل سيلكت باي اي دي، وعاوز اعمل انسيرت، وعاوز اعمل ابديت، وعاوز اعمل ديليت. يبقى انت عندك كام فانكشن هنا؟ خمسه فانكشن. اول واحده فيهم اللي هي مثلا سيلكت اول، سمي الفانكشن بتاعتي سيلكت اول، خلي كله سمول عشان الدنيا تبقى سهله. سيلكت. طيب الفانكشن دي هتاخد ايه وهترتيرن ايه؟ سيلكت اول دي هتاخد بارامتر؟ اكيد مش هتاخد حاجه. سيلكت اول دي مش هتاخد بارامتر ولا حاجه خلاص، بس هترتيرن ايه بالنسبه لي؟ داتا سيت. خلاص
خلاص هتريترن بالنسبه لك داتا سيت واخليها برضو بابليك وستاتيك. دي انا في الليير الثانيه فاهم، انا في البيزنس لاير. لا هي هي هتاخد يعني السلكت دي هتعمل ايه؟ سلكت وقول دي هتعمل ايه؟ دي هنشوف ايه البرا يعني. هي مش هتاخد حاجه لان هي جواها انا هكتب ان انا عاوز سلكت كل التيبل مثلا. خلاص الريترن بتاعها ايه؟ هترتن ايه للجريد فيو؟ يعني بعد ما الشخص الاولاني ده يقول انا عاوز سلكت كل ده، هو مش هيقول انا عاوز سلكت هو هنا بس، هيجي يقول انا نادي على فانكشن اسمها ايه؟ سلكت وول. الشخص اللي هنا هيقول انا نادي على فانكشن اسمها سلكت وول، هو هكتب سلكت ستار فروم كورس. يبقى انا مستني هنا وانا واقف هنا مستني ايه؟ ايه المستني ده؟ سيت. ايه اللي راجع لي هنا؟ ده سيت. اخد انا ده سيت دي بايضها على جريد على طول، او بايضها او استخدمها وبايضها على الرو داون ليست براحتي مش مهم. المهم دلوقتي لما قلت له انا هنيجي على سيلكت وول، هو لوحده يروح كاتب السيلكت وول دي لوحده، خلاص كاتب السيلكت ستمنت ومنفذها ومرجع لي ايه في الاخر؟ داتا سيت. اخليها برضه بابليك ستاتيك. هاجي فوق اد اللايبريز بتاعتي هاجي الفانكشن اسمها ايه؟ سيلكت اول. دي في الاخر هتريترن ايه؟ داتا سيت. يبقى اول حاجه اعرفها هي داتا سيت ايكوال نيو داتا سيت. تمام كده. خطوه جايه عاوز اعمل سترنج بس، هو بيلد الكوماند وايه وانادي على الميثود اللي موجوده في اللاير الثانيه تاخد الكوماند وترن. فانا كل قصه ان انا اعمل السترنج اللي كان مستنيها هناك سترنج كوماند ايكوال، واقول له السترنج بتاعتي هتبقى مثلا سيلكت ستار فروم كورس. تمام كده. الخطوه الجايه الكوماند ده هيروح لمين؟ هيروح بقى للفانكشن الثانيه. يعني هقول له هنادي عليها اللي هي داتا اكسس لاير، ادي داتا اكسس لاير دوت. انا دلوقتي عاوز ارن ايه؟ دي ام ال ولا سيلكت؟ انا هرن سيلكت، وهو بيقول لك ان هي هتاخد ايه؟ هو شايف، هو حتى ديتكت البارامتر بتاعي، هي هتاخد الايه؟ السترنج بتاعتك. الريترن اللي راجع منها داتا سيت. تمام كده؟ اند، وهقول له ايه؟ ريتر الداتا سيت بقى للانترفيس. لا انا عاوز الكلام ده هو كده بس، يبقى ايه؟ انا مش هسلكت اول، فهاخده زي ما هو كده، واقول له انا هعمل سلكت ستيتمنت ثانيه اسمها ايه؟ سلكت باي اي دي. اعمل سلكت باي ايه؟ باي اي دي. يبقى هو هنا مستني ايه؟ انت سلكت باي اي دي، يبقى اكيد الشخص اللي شغال في الانترفيس هيبعت له هنا ايه؟ بارامتر الاي دي بتاعه. خلاص؟ شكل الكوماند بتاعك هيبقى سلكت برضه ستار فروم كورس، وير ايه بقى؟ وير ان كورس اندر سكور اي دي بيساوي القيمه اللي جايه منين؟ كده انت كونت الايه؟ ادي الكوماند بتاعك. خلاص؟ طيب الكوماند ده هيريترن ايه؟ برضه هيريترن داتا سيت، وهينادي على مين؟ على نفس الفانكشن ده كده كده ده بيرجع سيلكت ستيتمنت، فاروح برضه انادي على داتا اكسس لاير وانادي على ران سيلكت. انا عاوز اعمل كمان مين؟ ابديت مثلا، هقول له بابليك ستاتيك اسمها ابديت. هتاخد ايه الابديت؟ الابديت هتاخد ايه وهترترن ايه؟ دي برضه هترترن انتجر. خلاص كده كده الفاليو هو يروح يرن الايه؟ الكوماند، وبعد كده ريترن في الابديت دي ايه؟ انتجر بس. خلاص؟ ماشي. هتاخد ايه بقى؟
كل القيم ان انت المفروض تعملها ابديت. بس انا عشان عندنا انا كورس يعني كورس فيه داتا كتير خليها ديليت بس، ان انا اقول له ديليت وقول ان الكورس اي دي بيساوي كذا، فهتبقى ديليت دي بتاخد ايه برضو الاي دي بس. انت في الابديت كنت هضطر اعمل ايه، ادي له كل البارامترز اللي انا عاوز ابديت فيها في كورس، ادي له بقى الكورس كورس نيم كورس اي دي وكورس نيم والديوريشن وتوبيك اي دي والانستراكتور اي دي اللي هي كل الكولمز اللي جوه مين اللي جوه الكورس. خلاص هاجي هنا في ديليت واقول له ديليت برضو هياخد انتجر اللي هو الاي دي، شكل الكود اللي جوه هعرف في الاول الحاجه اللي هيريترن فيها انتجر اسمه افكتد، وبعد كده اعمل ايه اروح انادي الفانكشن صح بتاعه الران دي ام ال، بس لازم الاول اعمل ايه اكريت الكوماند بتاعي الاول، اكريت الديليت كوماند بقول له سترينج ادي كوماند ايكوال الديليت كوماند هيبقى شكلها عامل ازاي، ديليت فروم كورس وير من كورس اندرسكور اي دي ايكوال وادي اي دي دوت توستري، وادي كمان مين ادي كمان الكوماند. الخطوه الجايه ان انا ابدا امسك الكوماند ده وكل ايه داتا اكسس لاير دوت ورن مين، المره دي بقى انا هرن دي ام ال دي ام ال بتاخد الكوماند بتاعي وبترترن ايه عدد الروز اللي افكتد اقوله في الاخر ريتيرن افكت دروس. خلاص في مشكله في اللاير دي، نفس الكلام انت لو عاوز تعمل ايه هعمل كمان انسرت، بس لازم برضو في الانسرت ايه ادي له كل القيم بتاعتي. تعالوا بقى نروح بقى في الانترفيس. خلاص انت خلصت كل حاجه، تعالوا نبلد بس عشان نتاكد ما فيش ايرورز. ادي كده الكلاس بتاعتك، ناقص بقى مين، روح بقى على الانترفيس لاير او الفورمز بتاعتك. ايه اللي هيتعمل فيها؟ هاجي اقول له انا عاوز جريد وعاوز املى الجريد دي داتا جريد فيو، عاوز املى الجريد دي، بس المره دي هملاها بايه بقى؟ ده انا هملاها مش هقدر استخدم اللي هو السيلكت داتا سورس ده، السيلكت داتا سورس ده انت بنفسك بتدي له السيلكت كلها بالكامل، لا ده انا عاوز حاجه تقدر تاخد كلاس واقدر انا من جوه الكلاس احدد انا عاوز انفذ انه فانكشن وايه البارامتر بتاعتي. خلاص ساعتها بقى مش هقدر استخدم الداتا سورس ده، هستخدم حاجه اسمها ايه اوبجكت داتا سورس. طيب الاوبجكت داتا سورس ده بياخد ايه؟ تعالوا نشوف الكونفيجريشن بتاعته كده. المشكله انت لما بتيجي تعمل هنا مش في لو قلت له نيو داتا سورس ده كده هاجي اقول له نيو داتا سورس ادي ده السورس بتاعي داتابيز اوكي وادي كونكشن سترنج. طبعا انت هنا بتحدد كل حاجه بايدك، انت اللي بتعمل الكونكشن سترنج وانا اللي بحدد انا كونكت على انه داتابيز وهعمل نيكست. كل ده انت كده اللايرز كلها على بعض، انت كده مش مفيش حاجه منفصله، وهتحدد انت بنفسك الايه السيلكت ستيتمنت. خلاص ينفع بقى تشاور على الكلاس وتاخد منه وانت كاتب السيلكت ستيتمنت اساسا، انت مش كاتبها في كلاس ثاني، انا عاوز حاجه بقى تمكنني ان انا اشاور على الكلاس ده واخد منه سيلكت ستيتمنت. فمين اللي هيخليك تعمل كده؟ الاوبجكت داتا سورس. هاجي هنا كده واقول له بلاش بقى الداتا سورس ده خالص، عندي اوبجكت داتا سورس، تعالوا نشوف الكونفيجريشن بتاعته. كونفيجر داتا سورس اقول له ايه؟ بياخد كلاس بقى، ده مش بياخد ميثود معينه، لا ده بياخد كلاس. ادي الكلاس بتاعك انا هشاور على البيزنس لاير. طب انت هترن مين؟ سيلكت ولا ابديت ولا ديليت؟ انا هقول له سيلكت، فهيبدا يظهر لك كل الايه؟ دي الميثودز اللي انا كاتبها في البيزنس لاير. انا واحده فيهم اللي هتعمل سيلكت؟ سيلكت اول وسيلكت باي اي دي، معنى كده ان اقدر اربط الاوبجكت ده سورس ده بجريد ثانيه واقول له المره دي لا ايه؟ انا مش هسيلكت اول، انا هسيلكت ايه؟ باي اي دي. انا هقول له سيلكت اول هنا طبعا ما فيش بارامتر احددها ولا اي حاجه. لو قلت له سيلكت باي اي دي فهتبدا تحدد البارامتر. ومين كمان اللي ايه؟ الابديت والديليت، يعني لو وقفت هنا على الانسيرت فهيبدا يطلع لك ايه؟ بقيه الميثودز اللي فاضله، انت خلاص كنت اخترت واحده منهم ان دي سيلكت، طب مين كمان الابديت ومين كمان الديليت؟ خلاص
الناس عشان ما توهش. اخر لير خالص دي مهمتها ان هي تعمل ايه؟ ترن الكويري بتاعها. الكويري ده عباره عن ايه والبارامترز اللي فيه ايه، ولا تعرف عنها اي حاجه، تعرفش عنها اي حاجه. اللير الثانيه دي تاخد بارامترز، بتاخد بارامترز وتكريت هي الكوماند خلاص، وتروح وبعد كده تروح رايحه مشاوره على داتا اكسس لير وتنفذ الكوماند بتاعها خلاص. الانترفيس بقى لا، الانترفيس بس شايف مين البيزنس، يقول انا عاوز سيلكت اول، انا عاوز ابديت، انا عاوز ادريت خلاص. ولو في اي مسج فيهم بتاخد بارامتر لازم يوصلها البارامتر. فهمنا كده اللعبه شغاله ازاي؟ نعمل فينش خلاص. انا هقول له دلوقتي ده كده مليان بالسيلكت، واقول له ان الداتا جريد بتاعتك دي هتقرا من مين؟ من داتا سورس 1. اعمل ران كده، هو مال الداتا. طب تعالوا بقى نعمل ديباج عشان نشوف هو عمل ايه بالظبط. خلاص عاوزين نعمل ديباج عشان نشوف هو عمل ايه عشان ينفذ الكوماند بتاعي. ادي كده البيج لود. وهيجي على البيزنس لاير، اضغط على سيلكت اول، وهاجي على الداتا اكسس لاير، واضغط على مين؟ على ران سيلكت. خلاص تعالوا نعمل ران. اول حاجه راح على مين؟ ادي البيج لود. بعد كده بعد ما خلص اللودنج بدا بقى يتاكد ايه، انا عاوز بقى ريتريف الداتا. فيبدا لا ان الداتا سورس واخده ايه، واخده سيلكت ستيتمنت معينه، راح رايح في البيزنس لاير ومشاور على مين؟ على سيلكت. وهيبدا يكون الايه، كون الكوماند. خلاص الكوماند جاهز، راح هيروح من ينادي على مين؟ على اللاير الاخرانيه بقى اللي هي هتكزكيوت. ادي الكوماند والكونكشن بتاعي واوبن كونكشن. ده طبعا ده عشان ده ديسكونكت فما فيهوش اوبن. عمل الداتا سيت والداتا ادابتور، وعمل فيلنج للداتا سيت. هيكزكيوت الداتا سيت بتاعتي دلوقتي فيها ايه؟ ادي الداتا بتاعتك كلها خلاص كلوز. هيبدا ده يريترن الداتا سيت، ياخدها تاني البيزنس لاير، وبعد كده في الاخر تريترن ده لمين بقى؟ للانترفيس بتاعك. خلاص يا جماعه، عشان انا جيت في الداتا سورس وقلت له السيلكت بتاعتك هي سيلكت اول، عشان انا جيت في الانترفيس هنا كده. انا جيت في الانترفيس وقلت له الداتا سورس بتاعك، عشان انا جيت هنا كده واخترت في الاوبجكت داتا سورس، قلت له ما تيجي تنفذ السيلكت تروح لانه واحد، قلت له انت هتقرا من انه كلاس من البيزنس. طب انه ميثود اللي هتعمل سيلكت؟ يعني لو كتبت ديليت وانا بعمل ديليت هيروح للديليت، انا بختار ده هيعمل سيلكت بس. ايوه تعملي بقى، يعني انا هبدا امسك الجريد دي دلوقتي واعمل فيها الديليت والايديت والابديت، وهما يضغط هو على الكلام ده يبدا يايديت ويابديت. انا هنا مش عامل اي حاجه، انا جريد ما فيهاش غير ايه، هي جريد بتعمل ايه؟ سيلكت بس. كل تيبل في الداتا بيز المفروض يعني نكريت له احنا بيزنس ليه. ما هو كده يبقى انت ما عملتش حاجه. ما هو انا لو اديته بارامتر من الاول اسم التيبل، يبقى كده بتاع الانترفيس عمل ايه؟ تدخل شويه في الايه؟ في شكل كمان. هو ده، ما هو ده يعني ده يعتبر برضه تطبيق للاير، بس انت خليتي يعني زودتي اوفر هيد شويه على بتاع الانترفيس، ان هو لازم يحدد اسم التيبل ويبعته لك. خلاص يعني لازم كده زايد على البارامترز اللي موجوده هي اسم التيبل. ايه؟ ايوه ماشي. ما هو انت دلوقتي هيبقى عندك كذا كلاس. خلاص يعني انت عاوز هو في واحد، انا مره كنت عامل ابلكيشن، كنت عامل زي ما انت عامله كده، عامل كلاس واحد وببعت للكلاس ده اسم التيبل اللي انا عاوز سيلكت منه. ماشي. بس كان اوفر هيد عليا ايه بقى؟ ان انا دلوقتي لو جيت اعدل، كنت عامل الكلام ده في كذا فورم، كنت بروح اعدل في كذا فورم دول وانا لسه في الانترفيس. لو حبيت اغير اسم التيبل في يوم من الايام هعمل ايه؟ لو حبيت في يوم من الايام اغير اسم التيبل، هروح بقى في الانترفيس واقعد اعدي في كل الاماكن اللي انا مغير فيها واغير اسم التيبل. انما انا لو عامل بيزنس لاير بالكلام ده، فانا اخش على الكلاس بتاع التيبل ده واغير الاسم، سيلكت بدل ستار فروم كورس تبقى سيلكت فروم كورسز مثلا. هو ده صح وده صح، بس كل حاجه ليها ميزه وعيب. هنا زودتي على الانترفيس ان هو يبعت لك بارامتر زياده، والتعديل كمان بقى صعب شويه. خلاص لان الانترفيس بقى مجبر ان هو يبقى عارف ايه اسم التيبل ويبقى عارفه صح عشان يبعته. ماشي؟
خلاص. طب احنا بقى عاوزين نعمل الكلام ده كله كودينج يعني. احنا ما عندناش وقت، انا هوريكم ابلكيشن معمول ازاي الكلام ده معمول كودينج. خلاص احنا بنينا اهم تو لايرز، ادي اللاير الاولانيه وادي اللاير الثانيه، ودسنا احنا بالانترفيس الاوبجكت ده سورس واخترنا السيلكت. طب ازاي اقدر اعمل كل ده كودينج بقى؟ يعني اعمل الانترفيس نفسه كودينج، اعمل فيه الايديت والابديت والديليت والسيلكت، وكل ده بيستخدم مين؟ الاوبجكت ده سورس. ازاي اقدر اعمل كل الكلام ده واخلي كل يعني الاوبجكت ده سورس مره ياخد الابديت واقول له روح نفذ الابديت، بعد كده خد الديليت ويروح ينفذ الديليت، خد الانسرت ونفذ الانسرت. ازاي بقى الكلام ده؟ تعالوا نفتح ابلكيشن تاني. لو عملت ايه؟ دي سيلكت اول بس، انا كده مش هعمل اي حاجه تاني. يعني ايه حاجه تانية؟ ينفع، ما خلاص ما هو يعني طول ما انت بتستخدمي، انت مش حددتي يعني استخدم انه كلاس، يبقى اقدر استخدم كل المسج اللي جوه. ادام تقدري تستخدمي كل المسج اللي جواه، تقدري تربطي المسج دي باكتر من كنترول، دي بقى عندك مسج كتير. يعني الدنيا زمان كنا شغالين على حاجه واحده بس، دايما انا شغال على حاجه واحده بس، هنا لا، انا عندي 3 سيلكت 4 سيلكت خلاص. ساعتها انا اقدر بايند او اختار الحاجه اللي انا عاوز سيلكت عليها على نفس الكنترول او كنترول تاني. تعالوا افتح لكم انا ابلكيشن اوريدي معمول، نتفرج بس بالكودنج ده شكله عامل ازاي. هنلاقي برضو اللايرز بتاعتنا زي ما هي. ادي اللايرز بتاعتي او ادي الابلكيشن بتاعي في فورم بالشكل ده كده خلاص. ايه الفورم دي؟ زي اللي انتوا عملتوها امبارح بالظبط، فورم كده فيها الايديت والابديت والديليت بتاعتي وشويه كنترولز عشان اعمل انسرت، وكنترول بيعمل سيلكت اول، وكنترول بيعمل سيلكت باي اي دي. دي نفس اللي احنا عملناه امبارح، بس زي الكلام ده بقى امبلمنتو بالداتا سورس او باللايرز. ازاي اقدر اعمل الكلام ده باللايرز؟ ادي كده برده دخل هو، واول حاجه عملها ايه؟ ادي الداتا اكسس لاير بتاعته زي ما احنا كنا كاتبين بالظبط، عمل ميثود اسمها ران سيلكت وكاتب فيها نفس الكود، وعامل ميثود ثانيه اسمها ايه؟ ران دي ام ال. خلاص كده؟ طيب البيزنس لاير بتاعتي ادي سيلكت اول خلاص، وادي سيلكت باي اي دي، فسيلكت باي اي دي انا باعت له في البارامتر ايه؟ انتجر اي دي، وبدات ابيلد السيلكت. عندي كمان ايه؟ دي انسرت خلاص، فالانسرت خدت الايه؟ انا كنت بس اما كنت بسيلكت في اللاير دي، انا ما كنتش بعمل هنا بعمل سيلكت اول فروم ايه؟ فروم كورس. تعالوا ننزل كده، ادي البارامترز بتاعتي، انا هبعت له مش عارف الاي دي والنيم وكذا وكذا، شكل السترنج بتاعتي ادي السترنج بتاعتي، عامل انسرت، وبعد كده بدا يادي الايه الفاليوز بتاعته، ادي البارامتر الاول البارامتر الثاني، ده عمال يكون ايه؟ السترنج، وفي الاخر بينادي برده على اللاير وران دي ميل. لو انا عامل ابديت نفس القصه، او في الديليت هبعت له الاي دي اللي انا هعمل بيه ديليت خلاص، هيبدا يكون برده الايه؟ الديليت ستيتمنت، وادي كمان السيلكت خلاص. كده انا عامل 5 ميثودز، عامل واحده سيلكت اول، وعامل حاجه سيلكت باي اي دي، وعامل انسرت وابديت وديليت خلاص. اما جيت بقى في الانترفيس خلاص، ادي التو لايرز بتوعك زي ما احنا بنيناهم. تعالوا بقى في الانترفيس، انا عاوز ابدا بقى اعمل الكلام ده كودنج. فعملت ادي الداتا سيت بتاعتي، او ظبطت الدنيا، وايه الكنترولز اللي هتباين خلاص، التلاته كنترولز دول، وهعمل ايديت وديليت وسيلكت. هلاقي جوه ايه في الكود؟ الايفنتس بتاعتي بقى زي ما كنت عامل امبارح، يو كود. تعالوا نمسك كده ايه، اول ما البيج اسان، اول ما بعمل ران، هو بيملى الداتا سيت دي بالايه؟ بالداتا بتاعت الكورس. اول ما بعمل ران بيملى الداتا سيت دي بالداتا بتاعت الكورس، بس هيستخدم مين المره دي؟ اوبجكت داتا سورس، مش هيستخدم بقى سيكوال داتا سورس، هيستخدم اوبجكت داتا سورس. فدخل في بدايه الكود وقال له ايه؟ عرف اي انا معرفه هو اوبجكت داتا سورس، اوبجكت بيساوي نيو اوبجكت داتا سورس. طب الداتا سورس ده بياخد ايه؟ ده بياخد كلاس،
انا ما كنت بعمل في الويزرد، انا اللي عملته بالويزرد بعمله دلوقتي كود، شكل الكود اللي كتب ايه عشان اقدر سيلكت الكلام ده بالاوبجكت داتا سورس. خلاص اوبجكت داتا سورس عرفته، وبعد ما عرفته قلت له انت هتقرا من ايه، من انو كلاس، هو انت في اللود هترن سيلكت ولا ابديت ولا ديليت. انا في اللود هرن سيلكت، فهنلاقي ان الاوبجكت داتا سورس ده عامل زي الادابتور بالظبط، شايل ايه سيلكت ستيتمنت وابديت وديليت. فهتقول له انا ادي الكلاس بتاعي اسمه بزنس لاير، بعد كده سيلكت ستيتمنت بتاعتي اسمها ايه سيلكت اول، يبقى كده حددت الكلاس وحددت الميثود اللي جوه الكلاس خلاص اللي انت هترن عليه. بعد كده اوبجكت دوت سيلكت دي خلاص، دي كده بقول له خلاص نفذ لي بقى السيلكت كوماند بتاعك، نفذ لي الايه السيلكت كوماند. بعد ما ينفذ السيلكت كوماند هيريترن في الداتا في الاوبجكت داتا سورس ده مين، الداتا سيت. هو انا قلت له الاوبجكت داتا سورس ده هيروح على البيزنس لاير وهيرن سيلكت اول، هو بالتالي يفهم كده ان هو ايه اوبجكت دوت سيلكت دي لوحدها كده تروح بقى تنادي على البيزنس لاير، والبيزنس لاير تنادي على على الداتا اكسس، وبعد كده ريترن في الاخر مين الداتا سيت. بقى الداتا سيت مع مين دلوقتي، الداتا سيت مع الاوبجكت داتا سورس، فاقدر دلوقتي بايند الجريد بتاعتي على مين، على الاوبجكت داتا سورس برده اقول له دوت بايند. ده هو نفس الكود اللي احنا كنا عاملينه، بس ده دلوقتي باستخدام الاوبجكت داتا سورس. ما كنت بعمل الكلام ده كودنج، كنت بكتبه ازاي او كنت بعمله بالادابتور؟ انا بعرف داتا سيت وبعرف الكوماند وبعرف الادابتور واقول له دوت فيل، دلوقتي كل الكلام ده هنا خلاص. امبارح لما كنا شغالين وكنتوا بتيجوا في البيج لود كنتوا مش بتعرفوا اوبجكت داتا سورس، كنتوا تعرف ايه الكونكشن بتاعك والكوماند، وتكتب الكوماند خلاص وتربط الكوماند بتاعك بالكونكشن، وبعد كده تعرف داتا ادابتور وتعرف داتا سيت، وفي الاخر تبقى تباين داتا سيت على مين، على جريد. لا كل الكلام ده اصلا اتعمل هنا خلاص، انا الكونكشن بالكوماند بتاعي كل حاجه معموله، انا بس اقول له انا عاوز سيلكت. طب انت عاوز سيلكت، عرف لي اوبجكت داتا سورس وقول لي مين الكلاس اللي انا هلينك عليه وايه سيلكت ستيتمنت، اسم السيلكت ستيتمنت. بعد ما عملت الكلام ده اقول له دوت سيلكت، دوت سيلكت دي تعمل ايه، هي تنادي على اللايرز بقى وتنفذ الكود بتاع الفانكشنز. في الاخر كده الاوبجكت داتا سورس ده بقى الحاجه اللي راجع فيه هي داتا سيت، وعملت بايندنج للداتا سيت على الجريد فيو ده في اللود. طب انا عامل باتون تاني اوبجكت دوت سيلكت، انت مش لغايه اول ثلاث سطور دول عملوا ايه، عرفوا اوبجكت من اوبجكت داتا سورس اسمه او بي جي. تاني حاجه حددت ايه هو كلاس المربوط بالاوبجكت داتا سورس. تالت حاجه الميثود اللي جوه الكلاس. رابع حاجه بقى ابدا، عاوز اقول له ابدا نفذ بقى، انت يا اوبجكت داتا سورس ابدا بقى روح للميثود دي وريترن الداتا ليا لو سمحت. طب انت هتنفذ ايه، ابديت ولا سيلكت ولا انسرت؟ ده انا هنفذ سيلكت. سيلكت دي مش ميثود انا اللي عاملها، اوبجكت دوت سيلكت دي مش ميثود انا اللي عاملها. فاكرين امبارح ما كنت تقول له ادابتور دوت سيلكت كوماند وتديله الكوماند، ما كنت تقول له ادابتور دوت ابديت كوماند وتديله الكوماند بتاعك، هي دي زيها كده خلاص. هنا بقول له قال لي سيلكت كوماند بتاعتي اللي هي سيلكت اول كورس، وروح نفذها بقى خلاص. انت كنت بتنفذ في الادابتور ازاي، دوت فيل دي كانت بتروح تنفذ السيلكت وابديت، كانت بتروح تنفذ الانسيرت والابديت والديليت. الادابتور لو انا شغال، انسى خالص الكلام ده، انا شغال بالادابتور. الادابتور كان ليه تو مسج صح، واحد اسمها فيل والثانيه اسمها ايه ابديت. لو انت عامل سيلكت بتقول له دوت فيل، ولو انت عامل انسيرت او ابديت او ديليت كنت بتقول له دوت ابديت. هنا ليها بقى ملهاش بقى فيل وابديت، ليها اربعه مسج، ليها سيلكت وابديت وديليت وانسيرت. انت دلوقتي عاوز تعمل ايه، سيلكت، فبتقول له دوت سيلكت خلاص، فيبدا يروح ينفذ السيلكت ستيتمنت ويريترن الداتا سيت. انا عندي هنا ادي الباتون ده مثلا، تعالوا نشوف الباتون ده بيعمل ايه. الباتون ده بيعمل انسيرت، الباتون ده بيعمل لك انسيرت. فبدا يعمل ايه برضو، هو عمل زي ما كنا بنعمل امبارح مينتيننج للداتا سيت، هنا بنعمل مينتيننج لمين، للاوبجكت داتا سورس. الاوبجكت داتا سورس ده خلاص ما هو اوريدي مربوط بالكلاس اللي اسمه ايه بزنس لاير. طب انت المره دي عاوز تنفذ ايه، انسيرت، اسم الانسيرت ستيتمنت بتاعتك ايه، انسيرت صح. طيب ايه السطر اللي انا كاتبه ده، سيبوه اعتبروه مش موجود دلوقتي وانا اقول لكم ده بيعمل ايه. لغايه دلوقتي انا جبت الاوبجكت داتا سورس وقلت له المره دي انا ايه، لا انا مش هرن سيلكت، انا هديك انسيرت ستيتمنت واقول لك دوت ايه بقى، دوت انسيرت خلاص. طيب مش الانسيرت دي محتاجه بارامترز، ايه البارامترز بتاعتك، فلازم تبعتها لي. دي هي دي مهمه الانترفيس، كل مهمه الانترفيس ان هو يعمل ايه، يحدد اسم الكلاس، يحدد اسم الميثود، وان كانت الميثود دي تاخد بارامتر يديله البارامتر ويقول له بقى دوت سيلكت ودوت ابديت دوت ايه دوت دري. الدنيا بتشتغل ازاي، اللي شغال في الانترفيس ده ما يعرفش عنها اي حاجه خلاص. طيب ادي البارامترز. طب ايه السطر اللي انا كاتبه ده، افرض انت جيت انسيرت، يعني انسيرت تاني ريكورد بس بارامتر جديده، ف اوبجكت دوت انسيرت بارامتر دوت كلير، ده بيمسح لك الايه الفاليوز القديمه، بيمسح لك الايه البارامترز اللي انت كنت تبقى مبصيها دي، بيمسحها لك
ويعمل لك بارامترز من اول وجديد. تعالوا نشوف كمان واحد كمان. ده برضو سيلكت وول ما فيهوش اي حاجه. ده سيلكت باي اي دي برضو نفس القصه. هيعمل ايه؟ اول حاجه نفس الخطوات مينتيننج الاوبجكت داتا سورس. انا المره دي هنادي على انه فانكشن انا عاوز اعمل سيلكت. هو لوحده هيكتب دوت سيلكت اهي. انا كده دوت سيلكت بس المره دي هنادي على انه سيلكت بقى مش على سيلكت وول. هنادي على السيلكت اللي بتاخد اي دي خلاص. طب هي دي محتاجه بارامتر ولا لا؟ دي محتاجه بارامتر فلازم ادلها مين البارامتر. وده نفس السطر برضو ان انت لو كان عندك بارامتر قبل كده تتشيل دوت سيلكت وبربط بمين بالجريد فيو. الدنيا مفهومه لغايه دلوقتي؟ مره عملت سيلكت وول، مره عملت انسرت، مره عملت سيلكت باي اي دي. في ايه تاني؟ رو ديليتنج. ان انا كنت انا ضايف في الجريد فيو اللي هو الديليت كولوم. ده الديليت كولوم الاكشن بتاعه ايه؟ ايه الميثود اللي بتنفذ الاكشن ده اللي هي ديليتنج؟ رو ديليتنج كتبت جواها ايه؟ ادي برده اوبجكت داتا سورس. انا المره دي عاوز اعمل دوت ايه؟ دوت ديليت. طب مين الميثود اللي موجوده عندك في البيزنس كلاس اسمها ايه؟ اسمها ديليت كورس. بتاخد بارامتر ولا لا؟ بتاخد بارامتر. هو البارامتر مين دلوقتي؟ انا لما بضغط على ديليت بيبقى مين هو البارامتر؟ بيبقى الاي دي اللي انا واقف عليه. كنت بجيبه ازاي امبارح؟ كنت اوصل للجريد فيو دوت روز واقدر اوصل للسيل عشان اوصل للاي دي. جبت الاي دي وضفته في الايه؟ في البارامتر. خلاص؟ ده دي الرو ديليتنج. الرو ابديتنج مثلا طبعا دي اللي هي اللي بيغير الاندكس من ابديت لفيو. الابديتنج هتعمل ايه؟ نفس القصه برضو. انا عاوز المره دي اعمل دوت ايه؟ دوت ابديت. ايه الميثود اللي هتعمل ابديت؟ ابديت كورس. بتاخد بارامترز ولا لا؟ لو كان طبعا الكبير ده انا بعمله على طول عشان يمسح لي البارامتر. المره دي بتاخد كام بارامتر؟ ثلاثه. انا ابديت الكورس نيم وابديت الكورس ديوريشن وانا عاوز يبقى معايا مين؟ كورس اي دي اللي انا ابديت بيه. وادي الايه؟ الثلاثه بارامترز بتوعك خلاص. وفي الاخر بتنادي على مين؟ بتنادي على الكود بتاعك وتبايند برضو على الايه؟ على الداتا سورس. عامل ايه؟ خلاص. يبقى اللاير بتاعتك اللي هناك دي هتبقى فيها ميثود واحده بس. تعملي ابديت ليه؟ اه دي بتتكلمي على خطوه من خطوات ان احنا فين الكوماند يعني اللي احنا بننفذه. انت لما بتقولي دوت ابديت دي هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل الخطوه الاخيره بتاعت الداتا بيز دي. هي دوت ابديت دلوقتي معاها الميثود اللي هتابديت بيها ومعاها البارامترز ومعاها الكوماند معاها كل حاجه. هتعمل ايه هي؟ انت هناك مكاني الداتا سيت خلاص. هتروح رايحه هي للداتا بيز ومرنه مين؟ الكوماند ده خلاص. يبقى انت كده عملت ايه؟ ديليت مثلا وترجع تاني بالجريد. اما هو كده خلاص الاوبجكت نفسه او الاوبجكت داتا سورس ده شايل التيبل او يعني هو الاوبجكت داتا سورس ده من جواه اساسا مكاري الداتا سيت. الاوبجكت داتا سورس ده من جواه مكاري الداتا سيت. وانا بعت انا قلت له دلوقتي دوت ابديت. فعمل ايه؟ خد معاه الداتا سيت وخد البارامترز بتاعتي بالابديت وراح لفين؟ للداتا بيز. قارن ما بين الداتا سيت اللي معاه وما بين الداتا بيز ده هم مختلفين. فاحتاج لايه؟ لكوماند. وانت اوريدي بعت له البارامتر فهينفذ الكوماند ويرجع يعمل فيل تاني من اول. ده انت عامله ده ماشي. ايوه بعمل ابديت للداتا سيت خلاص ماشي. ما انا دلوقتي الداتا سيت دي مش معايا. مش انا قلت الداتا سيت دي اوريدي جوه مين؟ الاوبجكت داتا سورس. هو محتفظ بيها وشايلها خلاص. انت لما بتعدلي في الايمج اللي عندك بره دي هو بيعمل ايه؟ شايفه بس هو الكوماند الصغنطه خالص اللي اسمه اوبجكت دوت ابديت ده هو اللي بيعمل كل الكلام ده. يعني كل اللي كنا بنعمله احنا امبارح هو بيعمله لوحده. لو انت كونكتد او ديسكونكتد هو الاوبجكت داتا سورس ده شايل داتا سيت فهو عارف الداتا القديمه ايه وبيشتغل خلاص. هو كده كده شايل الداتا جواه. احنا امبارح كنا بنعمل مينتين للداتا سيت بتاعتنا. دلوقتي بنعمل مينتين لمين؟ للاوبجكت. الاوبجكت ده شايل حاجات كتير جدا. شايل الكلاس والميثودز والداتا اللي راجعه من السيلكت والبارامترز بتاعت الابديت والبارامترز بتاعت الديليت وبتاعت الانسيرت ومعاه كل حاجه. خلاص؟ يقدر بقى اكوردنج للاكشن انت بتبقى عاوزه تعمليه دوت سيلكت دوت ابديت دوت انسيرت دوت ديليت يبدا ينفذ الكوماند المقابل للحاجه دي. الدنيا كده مفهومه؟ اللايرز دي صعبه؟ الكلام ده صعب؟ احنا اللايف بتاعنا ان شاء الله النهارده ان احنا نعمل ايه؟ اللي احنا عملناه امبارح ده نعمله بمين؟ من اللايرز. خلاص اللي احنا عملناه امبارح نعمله باللايرز. ونعمل كمان التو كومبوننتس بتوع مين؟ بتوع الاجكس اللي انا واحد منهم اشتغل والتاني ده انا اشوف لكم ايه المشكله واقول لكم في اللايف.
خلاص ان انت تعمل دراجبل كومبوننت وتعمل ايه كولابس كومبوننت، تعمل دراجبل كنترول وتعمل كولابس كنترول. ده اللاب بتاعنا النهارده خلاص. هو اهي دي نفس الانترفيس بتاعي، هو ده الانترفيس بتاعكم امبارح، مفيش اي تغيير، هو زي ما هو. انت بس هتمبلمنت الايه اللايرز خلاص. هتبدا بقى تفلتر الكود بتاعك، ومبقاش عندك حاجه اسمها داتا سيت واوبجكت داتا سورس ولا داتا ادابتر ولا كل ده، عندك حاجه اسمها ايه اوبجكت داتا سورس. تحدد تديله الميثود بتاعتك وتديله اللاير اللي هو شغال عليها او الكلاس واشتغل. لا مش بالويزرد كودنج طبعا، كودنج يا جماعه مش بالويزرد. لا معلش خلاص يا جماعه، في اي مشاكل كده؟ طيب الناس معايا الصوت، لسه المحاضره ما خلصتش. ان شاء الله البروجكت بتاعنا براحتكم، اللي عاوز يشتغل على الاكزامينشن سيستم اللي هو كان شغال عليه اشتغل عليه، بس المره دي انت هتعمل ايه؟ ويب سايت بيعمل اكزامينشن سيستم بحق وحقيقي. يعني ايه بيعمل اكزامينشن سيستم؟ اول ما باجي ادخل على الويب سايت كده بيقول لي هو انت مين الاول؟ انت طالب ولا انت ادمنستريتور؟ ده لا ادمنستريتور، يبقى الادمنستريتور ده من حقه يعمل ايه؟ ينسرت بقى كويتشن ويختار الاسئله بتاعت اكزام معين ويعمل كل الكلام ده، يبقى عنده فورمز بتساعده يعمل كل الكلام ده. هدخل كل انواع الكويتشنز بتاعتي، مش عندي بس ترو فورس وعندي مالتيبل تشويس، لا عندي كومبليت وعندي اي حاجه ايا كان نوع السؤال بتاعك. انت اختار اي اربع انواع من انواع الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات واكتبه، كومبليت ترو فورس مالتيبل تشويس، وصل كل واحد منكم ايه يعمل وصل ماتشنج كده، تعمل ماتشنج وتشوف هو ده ممكن تخزنه ازاي في الداتابيس خلاص. يبقى انا كادمنستريتور اقدر اعمل ايه؟ انا كادمنستريتور اقدر ادخل الكويتشنز بتاعتي حسب المواد، اقدر انسرت ماده جديده، اقدر انسرت طالب جديد، اقدر انسرت كورس، اقدر انسرت ديبارتمنت، اقدر احول طلبه من ديبارتمنت الكورس. ده الحاجات اللي يقدر مين الادمنستريتور يعملها. الطالب بقى ده بيبقى ليه يوزر نيم وباسورد وكل حاجه خلاص، بيبقى ليه يوزر نيم وباسورد. وانت المفروض ان الطالب ده قبل ما بيدخل الامتحان انت بتدي له الاي دي بتاع الاكزام، تقول له الاكزام بتاعك مثلا الاي دي بتاعه 1000، فيبدا اليوزر يعمل ايه؟ يدخل اليوزر نيم بتاعه والباسورد ان هو فعلا يوزر اساين عندي في الداتابيز، والاكزام اللي انا امتحنه رقم 1000، فيبدا يعمل لك ايه؟ يطلع لك فورم كامله فيها كل الاسئله اللي هو ترو فورس، بيعمل لك تو تشيك بوكس اللي هو مش عارف مالتيبل تشويس، بيعمل لك اربعه تشيك بوكس، لو هو كومبليت بيديك تكست بوكس تكتب الداتا بتاعتك. بعد ما خلصت الامتحان ودوست خلاص نيكست، طبعا السؤال عمال يظهر سؤال براحتك، هتظهر الاسئله كلها في فورم واحده، هتعمل نيكست نيكست. ايه؟ عدد الاسئله؟ لا ما هو كده مش هيبقى ثابت بقى خلاص. كده مش هيبقى ثابت. انا ايه اللي يخلي عدد الاسئله ثابت دلوقتي؟ براحتي، انا عاوز اعمل امتحان في 20 سؤال، عاوز امتحان اعمل امتحان في 10 اسئله براحتي. طبعا هو ده بروجكت تاني يا جماعه، مش ده هو. انا مش هاخد نفس الداتا بيس بتاع الكليه بتاعت الاكزامينشن واعمل بيها انترفيس وخلاص يبقى انا ما عملتش حاجه. لا انا هعمل اكزامينشن سيستم كامل بالويب، شوفوا الداتا بيس بتاعتكم ايه اللي كان فيها وينفع يتعدل. انا هاجي كادمنستريتور اقول ايه؟ انا ما كنتش طالب منكم ريبورت كان بيحدد عدد الاسئله صح؟ انا ما كنتش طالب ريبورت بيحدد ايه هي عدد الاسئله. كنت طالب ريبورت تاني بس بيقول له ايه؟ هديك الاكزام ترجع لي الاسئله بتاعته، واحنا كنا مثبتين الكلام ده ان هو 10. لا انا هاجي كادمنستريتور كده. طب يعني هو كان بيسيت عدد الاسئله خلاص ماشي حلو بقى الحمد لله ان احنا عاملين خلاص. يبقى دلوقتي ينفع الامتحان، هو مش ثابت هو على 10 اسئله، ينفع الامتحان بتاعي يبقى عدد الاسئله فيه متغير. الطريقه بقى اللي انت هتستخدمها عشان تخزن الكلام ده جوه داتابيز ده بتاعتك انت. بعد ما ايه؟ طبعا بعد ما اليوزر يعمل سبميت في الاخر خلاص تعمل ايه؟ ماشي عاوز تطلع له النتيجه طلعها له، مع ان المفروض اليوزر ما يشوفش النتيجه براحتك. يعني لو انت عاوز تعمل سبميت وبعد ما يعني اليوزر بيمتحن ده تطلع له النتيجه مفيش مشاكل. بس في مشكله، انت عندك بعض الاسئله كومبليت دي هتصحح ازاي؟ فدي في ساعتها مش هتقدر تطلع الايه؟ يعني ما يبقى عندك الاسئله بتاعتك نوعها كومبليت ساعتها ايه؟ ساعتها انا مش هينفع اطلع له جريد، لان الكومبليت دي لازم الادمنستريتور الثاني يرجع يخش على امتحان مثلا رقم 1000 بالاي دي بتاع الطالب، فيشوف الايه؟ الاسئله بالاجابات، فيبدا يلاقي المالتيبل تشويس والترو فورس متعلم عليه، انما الكومبليت لا، ده لازم هو يقراه بنفسه ويدي هو جريد. بلاش كومبليت بلاش كومبليت اعملوها ترو فورس اعملوها زي ما انتوا عاوزين. بس المهم ان انا عاوز ايه؟ انا عاوز ابلكيشن كامل، عاوز الاكزامينشن سيستم متكامل. هو ممكن نعمل كده ليه؟
الكومبليت ان ما يعني مش هينفع تصحح الكومبليت بالكود. بس يا شباب شباب الصوت الصوت، هو انا ينفع اصحح الكومبليت بالكود؟ اكيد ما ينفعش. كومبليت انا بقول له اكتب ما تعرفه عن الاوبجكت ده السورس، هيكتب بقى ده كان يعرف اساسا. هتعملي ايه؟ ايوه يعني دلوقتي هو التكست ده مش هو هيكتب براحته اي حاجه صح؟ هو دلوقتي لو انا قلت له مثلا اكتب ما تعرفه عن الاوبجكت داتا سورس، فقال لي ده الاوبجكت داتا سورس ده بياخد كذا، هي كلمه واحده يعني انت عاوز تبقى كلمه واحده ماشي، يعني عاوزين تخلوا يعني الاجابه بتاعت الكومبليت كلمه واحده. طب افرض مثلا الاجابه بتاعت الكورس هو كتبها كورسز، هو برده صح يعني مش هقدر اقول له انت برده يعني ساعتها مش هقدر اقول له ان هو كتبها مره كابيتال كتبها مره سمول، هو كتب اي حاجه عمل اندرسكور ولا ساب مسافه في الاول، يعني الكومبليت ده انت مش متحكمه فيه خلاص. الكومبليت ده بونص، عاوز يعمل كومبليت بس انا كان نفسي البونص يبقى هو الماتشنج. ماتشنج الوصل لا اطلاقا اي حاجه اعمله زي ما انتوا عاوزين، بس انا المهم ايه؟ المهم عندي يبقى البروجكت بتاعي هو اكزامينيشن سيستم متكامل، هو اللي انا اللي بختار الاسئله بتاعتي وانا اللي بختار الاجزام وانا كطالب انا اللي بدخل الاجابات بتاعتي وبعد كده الاجزام بتاعي بيتصحح. سو بعد ما بخلص الكلام ده كله خلاص بيبقى عندي ايه جوه، اقدر انا كادمنستريتور ان انا اعمل ايه؟ طبعا الطالب زي ما انتوا بتقولوا في الاخر ممكن اعمل سبميت فشوف درجتي، انما الادمنستريتور اكيد عنده القدره ان هو يشوف ايه درجات الطلبه اللي عنده كلها. خلاص عندي قدره ان انا ايه اشوف درجات الطلبه اللي عنده خلاص. لا 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 الماتشنج ده بيبقى مثلا انت عامله تكست بوكس مثلا او 1 و2 و3 و4 او يعني انت بتكتبي السؤال كاتبه 1 قدامه وده 2 وده 3 وده 4، هنا عامله ايه؟ عامله تكست او دروب داون ليست هو بيختار، يعني الاولانيه دي 1 دي 4 زي ما كان. انتوا مش فاكرين الاكزامينشن سيستم اللي انتوا دخلتوا عليه؟ هو كان فيه كل انواع الاسئله دي. ايه؟ بس دي صعبه شويه يعني. كل واحد منكم براحته. بصوا يا جماعه الجريد هتتحط ازاي؟ كل ما انت مزود فانكشناليتي في البروجكت بتاعك كل ما الجريد بتاعتك تزيد. كل ما انت مزود فانكشناليتي كل ما عدد الحاجات اللي انا بقدر اعملها اكتر، انا هشوف اكتر واحد فيكم عامل كام فانكشن خلاص، بس طبعا على الاقل مش اقل من 10 فانكشنز بتعمل في البروجرام بتاعك خلاص. وطبعا في فانكشنز اساسيه لازم تتعمل، لازم يبقى عندي اكزام اخش ادخل الاجابات والاكزام يتصحح، دي حاجات اساسيه، بس على الاقل انا عاوز 10 فانكشنز بيعملوا من الاكزام بتاعي خلاص. كل ما زود انت حاجه كل ما الجريد بتاعتك تزيد. ده حاجه. في حاجه ثانيه، كل واحد منكم دلوقتي عمالين تفكروا انتوا في مشاريع ومش عارف ايه براحتكم، لو شايفين ان في حاجه تنفع تبقى ويب سايت وهتقدروا تجمعوا الريكويرمنت بتاعتها وتعملوا فعلا ويب سايت في برضو 10 على الاقل 10 فانكشنز يقدروا يتمبرمنتوا وفعلا بيكونكتوا على داتابيز وانت مستخدم لايرز تقدر تعمل كل الكلام ده في البروجكت بتاعك اعمله، انا مش هريستريكت عنك، بس لازم انت تعمل لي ايه بروبوزال كده في الاول انا اقرا البروجكت بتاعك الريكويرمنت بتاعته عامله ازاي. تمام. انا الاكزامينشن سيستم ده انا فاهم اوله فين واخره فين. طب هنسلمه كمان قد ايه؟ ان شاء الله يوم 15/4. طب اصل البروجكت بتاعنا محتاج بالظبط شهر. لا انا بروجكت فيهم هنحكي بقى في البروز. موضوع ايتي ده شغال لغايه يوم 6/4، انا بقول لك التسليم يوم 15/4. مش انا اديتكم الاوبشن الثاني اهو، قلت ايه انا من شويه؟ لو السيستم بتاعك الفكره اللي انت بتفكر فيها ينفع ان انت تستخدمها وتعمل بيها ويب سايت استخدمها واعمل بيها ويب سايت. طيب مش هينفع 15/4 ليه مش هينفع دي؟ هو انا بقول لك اعمل لي الفكره بتاعتك، انا بقول لي اعمل لي السيستم كله، انا بقول لك اعمل لي السيستم بتاعك او الفكره بتاعتك كلها، لا اعمل لي جزء منها، مش انت خلاص فكرت فيها على الاقل هتقدر في ال 20 يوم دول اكيد تطلع برودكت يعني. بس في انتجريشن ما بين الجروبس براحتكم، انا دي مش موضوع خالص خلاص. خمسه جروب خمسه، انتوا كام واحد يعني؟ يبقى في جروب واحد بس هيبقى ست. مستحيل. الادمنستريتور هيجي يقول مثلا انا عاوز اكريت اكزام، عاوز اكريت اكزام سي شارب، عدد الاسئله اللي فيه ايه؟ خمس اسئله انواعهم، عاوز اثنين صح وغلط وثلاثه اختيار، اثنين صح وغلط وثلاثه مالتيبل تشويس، بس دي البارامترز اللي هيبدا يدخلها. الكلام ده كله بيروح رايح عامل ايه؟ الاستودايه بقى اللي انتوا كنتوا مكريتينها زمان خلاص. اروح اختار بقى انا كويتشنز بالكرايتيريا دي واكريت بيها اكزام واخزن الاكزام ده فين؟ في الداتا بيز. جه طالب وهيدخل هو الاي دي بتاع الاكزام، اكيد هيشوف الاسئله بتاعته، يبدا يدخل الانسرز، بعد ما يدوس سبميت في الاخر بيحصل ايه؟
كل الانسرز بتاعتك بتتاخد تروح للستور بتتعلم والجريد تتخزن جوه الداتا بيس. عاوز تعرضها له اعرضها له، عاوز الادمنستريتور بس هو اللي يقدر يشوف الدرجات يقدر يشوف براحتك. اه طبعا الدنيا كلها عندنا ايه يا جماعه؟ ستورد بروسيجرز ولايرز وماستر بيج. اكيد الدنيا كلها عندنا كده. ما ينفعش ايه؟ بس هتبقى صعبه قوي. ده اللايرز اسهل بكتير والله يا جماعه، سهل عليكم جدا. انا هديكم الكود اللي انا كاتبه ده. ده اللايرز دي يعني براحتكم، اللي مش عاوز يعمل لاير هو حر يعني، بس اكيد يعني هيتعب جدا جدا جدا. كميه الكومنتس اللي هتنفذيها كتير جدا، ولو عدلتي مره في الداتا بيس بتاعتي هتتعبي يعني تعب فظيع عشان تمبلمنتي التعديلات دي جوه. لو جيتي في وقت من الاوقات زودتي تيبل ولا عدلتي في ريليشن، كل اللي انت عامله ده ضاع. خلاص يا جماعه، مش عارف انا ايه ده الصوت اللي عندكم. كان نفسي كده اجي في الاخر واقول ان انا كنت مبسوط، وانا كنت مبسوط طبعا. ماشي. طبعا يعني انا اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا بكورس السيكول، كورس السيكول الاول طبعا اكيد كتير. انا عارف ان مفيش حد بيذاكر، وده موضوع يعني اي ام نوت كونسيرن بالموضوع ده، حاجه بتاعتكم انتوا. ايه لا، في فرق بين حد يذاكر وينسى، وفي حد وفرق ان في حد ما فتحش المنهج ده ولا يعرف عنه ايه. لسه ازاي ممتحنين درجاتنا فوق 50 كتير. لا والله مش كتير، والله درجات مش كتير. خلاص اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا كورس السيكول، وادي كورس الاي سي بي دوت نت. طبعا انا واحد من الناس المتوقع ان شاء الله متخش انترفيو بتاع سيكول، تعرفوا ان شاء الله تجاوبوا على كل الاسئله بتاعت سيكول. سي بي دوت نت وسي شارب كبار، ما ينفعش ان هم يتلموا كورس سي شارب. لا يمكن انتوا خدتوا في كورس سي شارب يجي اسبوعين ثلاثه، وبرده في حاجات كتير جدا ما اتاخدتش. خدنا دينا في كورس الاي سي بي دوت نت بقالنا 6 ايام، وبرده في حاجات كتير ما اتاخدتش. فانت كورس سي شارب والاي سي بي دوت نت ما تزعلش لما تخش انترفيو وتلاقي نفسك ايه في اسئله مش عارفها. ليه؟ لان انت التزمت بس بالحاجات اللي انت خدتها. لا انا معاكم ومديكم فيديوهات ومديكم كتب، والمعيدين معاهم فيديوهات تانية في حاجات تانية كتير. اللي عاوز يقعد يذاكر يقعد، بحيث ان هو ما يخش انترفيو ويتسال في حاجه هو ما خدهاش في كورس. برضو هي الدنيا انت خدت كل الاساسيات، انت مش هتقرا حاجه صعبه يعني. خلاص، هي حاجه برضو امبلمنت زي الكوتش. انا دكتوركم اللي مش عارف حد جابه ولا لا بتاع الترانسفير، والناس جابته ولا مفيش حد راح بص عليه. ريسبونس دكتور دايركت اقوله برضو عشان يبقى خلصت كل اللي عليا وكده الحمد لله. ريسبونس دكتور دايركت بيعمل ايه؟ بيوديني البيج تاني. ترانسفير دوت ريدايركت برضه بيوديني البيج تاني. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ لما بتعمل ريسبونس دوت ريدايركت بتروح عند السيرفر، الكود ده بيتنفذ عند السيرفر، فالسيرفر بيعرف ايه البيج اللي هو رايح عليها الجديد. بيعمل ايه؟ بيرجع تاني الكوماند ده او يرجع البيج دي للكلاينت، فيبدا الكلاينت يعمل ايه؟ ريكويست. في ترانسفير لا، السيرفر مش بيرجع البيج تاني للكلاينت، بيروح هو يجيبها وبعد كده يرجعها، لان مش بيرجع اليو ار ال نفسه، في راوند تريب ناقصه كده. فالترانسفير احسن شويه من مين؟ من الريدايركت. خلاص؟ ترانسفير مش بيرجع اليو ار ال، هو بيرجع البيج باليو ار ال بس مش بيرجع اليو ار ال مره وبعد كده اليوزر هو اللي يعمل ريكويست وبعد كده يرجع البيج تاني. خلاص؟ تعرفوا عن حاجه تسمعوا عن حاجه اسمها بروفايلنج؟ ما تسمعوش طبعا. تسمعوا عن حاجه اسمها بروفايل، ايه البروفايلنج؟ يعني البروفايلنج ده برضو حاجات موجوده في الاي سي بي دوت نت. في حاجه اسمها سيمز، خلاص اقروا في الكلام ده، في توبكس كتير لسه موجوده في الاي سي بي دوت نت محتاجه ان الناس تقعد تقرا. خلاص، بس الكلام مش هتلاقوا كلام، وانت بتقرا مش هتلاقي كلام غريب، وانت بتقرا مش هتلاقي الدنيا غريبه عليك. لو انت فهمت كورس الاي سي بي دوت نت ده كويس وذاكرته كويس هتلاقي الدنيا عاديه جدا. خلاص تمام. الويب بارتس هي دي الحاجه الوحيده اللي يعتبر احنا ما اتكلمناش عنها، لان ان شاء الله باشمهندسه سالي هتشرح لكم الويب بارتس دي من اولها لاخرها شكلها عامل ازاي. كل الشير بوينت مبني على الويب بارتس. خلاص، في اي حاجه مطلوبه في الكورس؟ متاكدين انتوا الكونتاكتس بتاعتي زي ما قلت لكم مع باشمهندس ايمن، واكيد مع ناس كتير منكم. اللي محتاج اي حاجه في اي وقت اتصل وما يتكسفش. خلاص وعامل لي فيها ميدا. ماشي يا باشمهندس، حضرتك الكلام ده كله اتسجل عندنا هنا، فايه